اجتماع علني سري لعناصر الاساس بقيادة القائد الاعلى من الاوطى. أنهيتم الغسيل؟ أجل. وكم زوم؟ 4 أزوام. دعكناه جيدا ونشرتموه بعد الغسيل لينشف؟ أجل. لقد أصبح دماغه ناشفا تماما ولا أحد يستطيع التأثير به بعد أن دربناه أشد تدريب في معسكر كواتانغو تحت حيث المركز الرابع للتكريس. حلف اليمين والشمال والوسط أصبح ذكرى. هل أنتم واثقين من نجاحه في المهمة؟ 100%. ما نوع السلاح؟ بأفأم من النوع الثقيل، مزمن من البطن إلى الظهر بإحكام شديد، وسوف نعجر القنبلة بكود سري لا أحد يعرفه غيرنا، كود الآلة نفسها. إذن هو يعلم جيدا أنه بعد 1:30 سوف ينفجر حتما، آخذا معه العشرات من النيرونيين الأعداء. كما نجحنا من يومين بتفجير المدرسة وكما الأسبوع المنصرم فجرنا القطار، يجب أن نثبت قوتنا مجددا بتفجير السفارة لنلقن الإدارة النيرونية درسا تاريخيا تعيد خلط كل حساباتها. نحن ندرك أن هذه العملية هي الأهم على الإطلاق في هذه المرحلة، لذلك وضعنا خطة محكمة مدروسة أشد درس منفذها من خيرة شبابنا الأبطال الذي سوف يوصل الرسالة إلى كل المجرة بعد 1:30 من الآن. صورتم رسالته الأخيرة؟ أجل، وها هي تتمنتج الآن على الأفيدو لنرسلها ظهرا إلى كل وسائل الإعلام. أين البطل؟ منتظرا شرف لقائه بك لترمي عليه بركتك ويطلعك على الخطة ويمضي إلى أجله المشرف. فليشرف. أمرك يا قائد الأعلى من الأوطى يوسف. بونجوركم يوسف. ايوه. اتعلم انك بطل من ابطال الحقبه؟ اجل، جدا جدا. وهل انت مقتنع بما ستصبو اليه؟ جدا جدا. طبعا تعلم بان اولادك سيكونون بامان من بعد؟ جدا جدا. وقد حولنا لحسابي مبلغ كبير من المال؟ جدا جدا. وزوجتك ستكون بحمايه شخصيا، سوف اهتم بها. جدا جدا جدا. ستبقى وفية لذكراك. جدا. هل أنت خائف؟ جدا. أبدا، عفوا، أبدا، جدا، أبدا، عفوا خالص. متحمس. هنيئا لك، أنت مذنب بأحدث أنواع المتفجرات. الحمد لله، هذه نعمة. أنا ألبس الآن آخر موضة في السلاح. أنا دائما أتبع آخر صيحات الموضة لنسكت صيحات المظلومين. وهذا السلاح معير بكود سري، أنت لا تستطيع فكه. هنا اللذة، هنا اللذة، وأنا راحل راحل مع كودو أو بلا كودي. وهذا السلاح يستطيع خرق كل آلات التفتيش. الحديثة ولا حديثة؟ الخطة واضحة. هذا بعد أن دربني عليها القائد الأوطى من الأعلى الذي بعد عمرا طويلا سوف يصبح الأعلى من الأوطى. هجدل. ماذا قلنا؟ قلنا بعد عمرا طويلا. ماذا قلنا؟ أطلعوني على الخطة باختصار. بعد أن أخذنا موعدا من السفارة سوف يدخلها يوسف كمواطن عادي طالبا للفيزا. كأي مواطن عادي طالبا للفيزا؟ يفتش كغيره، وطبعا سوف يدخل تحت آلة التفتيش الإلكترونية دون أن تعطي أي إشارة سلبية. مدروس، كل شيء مدروس. ليتصرف بعدها بارتياح كي لا يترك أي شكوك في نفوس المحيطين. يسلم على الحاضرين ويجلس على كرسي الانتظار. يستحسن أن يكون بعيدا عن الجميع كي لا يرهقه أحد المواطنين بالأسئلة. هون منيح. طبعا الكاميرات في كل مكان، لكننا نعلم مكان كل كاميرا بالتحديد. على من؟ يجري مقابلاته الروتينية مع الموظفة. على من؟ ومن ثم وبعد تسكير الباب، أي بعد نصف ساعة من دخوله، سوف يخطب السفارة بمن فيها عالنا عبر كاميرات المراقبة مسؤوليته المباشرة عن العملية، شارحا للمجرة أسبابها، ساردا طلباته. كلكم بالأرض. ما بدي اسمع ولا صوت. ولا صوت ليه؟ أنا مزن 40 بلي وزن 4 كيلو. كل واحد بحاول أوصل ليا وحتى يقرب مني رح فجر حيلي بحيلي وتنزل بني يا عروسكم.
هنا تبدأ الولولة. يولولنا جميعاً النساء، يولولنا علناً والرجال يولولنا سراً. الرجال يولولون؟ لا، يولولنا، هذا الفعل مربوط بالنساء. عند الولولة لا وجود للرجال حتى لو المولولين رجال. أكمل! اسمعوني منيح، أنا مواطن حر تابع لعناصر الأساس، جاي وبكل فخر لكم إنه بطشكم مش رح يقدر يسكت الناس لأبي. ظلمكم يا حسيني مش رح ينال من كلام الثوار. مش رح ينال من كلام الثوار، مش كل الناس بتنشرى وبتنبايع عيني. لا، في ناس بعدها صامدة بوجه الظلم وكرامتها فوق كل اعتبار. بلغوا حكامكم، بلغوا نظامكم، بلغوا إدارتكم إنه نحن وجه العدالة المضيء في ظلم الظلام الظالم. ومش رح يا الله، ليش عم علي عم اشرح؟ مش احنا اللي عملتوا نيرونيتكم. اسم الله عليك، منين بتعرفوا سيدنا مفجر حالك قبل بمره؟ هجتوا! مش رح نسأل شو عم يتنيرونكم مجازر بعد مطبوعة بعيون أطفال. بلغوا حكام دولة نيرونيا العظمى. عناصر الأساس بتقلكم، إذا رح تضلوا تعملونا هيك، هيك رح نعملكم. دجن! تنفجر القنبلة، وطبعا لا أستطيع أن أكمل الخبرية لأن ما رح يبقى مين يخبر. عظيم! اذهبوا عنه العائن ترعاك. قريبا سوف تدخل التاريخ من خلال تفجيرك بهم لتعلن ثورة جديدة على إمبراطورية الظلام النيرونية. السيارة بانتظارك للذهاب للسفارة موقع المهمة. ها كمان اخدين تاكسي وني عيب الشوم ليش معزبين؟ استدر! سيدي إنك تزكزكني سيدي. أعلى شوي. لقد بدع توقيت القنبلة، سوف تنفجر بعد ساعة ونصف من الآن إلا إذا أردتها أن تنفجر قبل. هل لي بأن أعلم رقم الكود؟ بركي صار ما صار. بقي من عمرك المزيف ساعة ونصف لتمضي بعدها إلى عمرك الأصلي الذي لا نهاية له. طيب رقمين وأنا أبحث عن الباقي. هل من طلب أخير يا يوسف؟ نعم. هل من طلب أخير يا يوسف؟ أولادي، أرجوكم أولادي، خبرون أني بطل، قولولوا أني عم بعمل هاكر من المستقبل ومن مستقبل كل أولاد هالأمي. نبي مشوش التفكير، لقد أعطيناه حبة جلادياتروس لترخي أعصابه وتبعد خطر القلق والخوف عن رأسه. يبدو أن تأثيرها قوي عليه، ولكن لا تخاف سيدي، إنه مقتنع تماماً. هل من طلب بعد يوسف؟ الزنار ضيق قليلاً من هنا، وأخاف أن يعكرني ويترك سكاتريس مع الوقت. مش حلوة. يا سفارة العالم عم تنطر بالسل، هيدا اللي رايح زيارة وهيدا الرايح حتى يضل ناطر تأشيرة وإشارة ضبط بغرابه ويفل. على بابك يا سفارة العالم عم تنطر بالسل، هاي صبية وهاي ختيارة وهيدي شلخة عليها ندل، هيدا بينفخ سيجارة ومن هالنطرة تعب ومل، والجايب أفخم سيارة مرق وقطع الكل. على بابك يا سفارة العالم عم تنطر بالزل، بالصفو ليه؟ العمى شو بيدك؟ أنا مسافر يا ناس، أنا مسافر يا ناس حتى طموحي أرضي، تسدد ديوني كمبيالاتي وأرضي. ياي قلبي عز علي، بعز علي اترك ناسي وأرضي وفتش عن مستقبلي بغير بلادي. هيدا اللي شغله بخسارة وهيدا يلي أخذ العيلة بهالطيارة بركي برا يلاقي الحل، قضى عمره كله فلاحة ببلاده ريق ومبل. على بابك يا سفارة العالم عم تنطر بالزل، على بابك يا سفارة العالم عم تنطر بالزل، هيدا اللي رايح زيارة وهيدا رايح حتى يضل صفوا. ليه؟
اذا بتريدوا وليه بالصف يا خيي؟ كان في ورقه ناقصه، رحنا جبناها وجينا اخذوا لي المطره. ايه حبيبي، كيف على بلاس فيرسس شانس، واقف بالصف ورا. ايه ما شالوا لك؟ شو قالوا لي؟ لا لحظه والله كنت عم جيب صوره عن دفتر السواقه، انتوا طالبينا. وليه مشدوب انت؟ شو بدنا بدفتر السواقه؟ نحن سفاره هون من عزغر وراء، نحن طالبين وراء الميكانيك. ميكانيك هذا الاصول، رجع لورا، بنرتب الصف اذا بتريدوا، تذكره باليمين اخراج الايد بالشمال. شغلك لشو تذكره واخراج ايد؟ ما انه مثل بعضهم. لا مش مثل بعضهم، لو مثل بعضهم كانوا فرد اسم، هيدي اسمها تذكره وهداك اخراج ايد. بعدين ما تعلمنا شو بدنا نعمل، واقف اسكت اذا بتريد. ما واقف انا. اسكت اذا بتريد. اهلا اهلا بالخواجه، تفضل. هي وين قطعنا ضلوا فيك؟ شو مفكرنا غنم ما في احترام للناس؟ هيدا في اي بي حبيبي. وشو يعني مالنا ناس مثل بعضنا؟ لا مش مثل بعضكم. لو متبعكم كنتوا فرد اسم. هو اسمه في اي بي. وين شو اسمك يا حبوب؟ مرهج. وينك وين؟ طب معلي موعد الساعة 8. طب لاحظ انه ما في حدا غيرك عم يحكي؟ يا خي طب حدا غيري يحكي، ما انا ملطوعين مثل بعض. انا بحكي عنك. تفضل. شو بدك تقول؟ موعد الساعة 8 وصارت 8 ودس وبعدنا ناطرين. مثل ما قال لك مش مزبوطة. عم نحكي. 8 عطويتكم انتو عطويت البلد، بس عطويتنا نحن بالسفارة النيلونية يلي لكم الشرف تاخدوا فيزتها الساعة 7:15، بتفرق 3/4 الساعة بين طويتنا وطويتكم. بليز 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 انا قصيت، ما فيي كثير اوقف ولا؟ ايه عادي. وين؟ كمان بدنا نعملكم كراسة؟ هدوا علوا هودي عريبكم. شو هيدي؟ بطاقة زائر واهلا وسهلا فيكم شرفتونا، مين طالب فيزا يرفع ايده. اوف كلكم شو جايين نعمل لك ايه؟ نحن علينا نسال وانت عليك ترد على السؤال وبس، بلا اجتهادات خاصه الله يرضى عليك. عراسي؟ لا عرابتك، بتعلقها عرابتك للبطاقه وبتقع بالصف. واهلا وسهلا فيك. بونجور مسيو. اهلا، يعطيك العافيه ليا سيريموني. بدوي تشرفنا مسيو بدوي. مسيو بدوي بس لعرفك عن حالي، ليا سيريموني ماستر ان دانس كونتمبورين. بشو ماستر؟ دانس كونتمبورين رأس تعبيري. يا تعبيري انا؟ ايه مش في يخدك انا بالماستر تبعك؟ حقيقة مسيو مبين عليك ترو سامبا. شو؟ لذيذ. سؤالي هو عبارة عن تعبير بعبرة صغيرة عن اعتبار الأشخاص العابرين من عبر هالباب. يا ريت بيكون التعبير من قبلك تجاه المعبر بمحبة ليخدوا عبرة عن مثال الموظف المعبر بالوظيفة. خدم منك عبرة من عبرة مع ماستر بالرأس التعبيري. شلتي اسمك؟ لا. ليه يا حبيبتي تتركي صفك؟ هلا بياخذوا لك محلي. نو طلبت من المدام الانسيت هونيك تحجز لي مطرحي، تحط كرشه محلي تعبر لك مجرد تعبير. روح صفك احسن ما عبر لك على طريقتي. افهم مسيو بس. روح صفك قبل لك. دوسك التبرين انا وافي ولا تمان هالدبكه بلا تعبيري بلا بلوط. لذيذ الفكره. شغلات دلونا شغلات دلونا. تنافر فيزا عم بيزلونا. انكم على وين؟ بلا فوضى ولا؟ شو الشعب الفوضوي هيدا؟ شو بو الشعب؟ ليه حضرتك من وين يابا؟ انا من هون من البلد يابا، بس هلا على الاراضي النيرونيه. واحترم حالك يا لاجئ، ما بكفي مستعبدينك باراضينا، كمان جاي تتمزرط علينا؟ ما تاخذني حبيبي. رح ارجع عيد. تذكره باليمين اخراج الايد بالشمال، بطاقه عالرقبه الملفات تحت الباب. عفوا اي باط الشمال او اليمين؟ يلا يا عبقري. لا بس كرمال الاصول تبعكم. يا عباط اليمين ما زالك هيك. شو انا فشلويه بس رح جرب تحت باط اليمين اكسبيرينس. امين امرق من ورا هيدا الباب، امين حطوا السرور مع نخله مطفي او سايلنس، امين اخذ في بان وبترجعوا تتفتشوا من تحت هيدا الاله. ويا ويلكم يا ويلكم يا سويد ليلكم اذا حدا بحاول يمرق شيء، لان انا ما بيمرق علي شيء، النقله ما بتقطع مفهوم؟ انه نطول القصه؟ ما له قصه، اذا حدا بده يعق قهوه شاي دخان على انواعه الكوفيتيريا من هان. انا بدي فوت تعبت ما نقصت. حبيبتي انت بسفاره شو فكره حيلك فايت على مسرح؟ هيك بتعملوا الحبيله؟ رح ولد قبل وقتي ولا؟ ان شاء الله بعريس. لا بدي ولد هونيك. طبعا القليله فوتونا على الفاي، والله تحمس راسنا بالشمسان. لازم تتحمس، ما قريت شروط على الكمبيوتر، ما عرفت شو طالبين منك؟ يا خيي بلا اخراج عيد باليمين، تذكره بالشمال، كشف حساب، اسيرونس، ميكانيك، عيد عائله، ورقه معاش وصورتين صغار. وتحميصه. ما تحمصنا خلص. بس تسلم راسك لشوف. خلص اختملوا وجباتك يلا. فوتهم بدوي. فوتوا على رواق، نخله دسدس، الروس بس يا نخله، اللي بفوت بيقعد على رواق ما بدي فوضى. ها صباح الخير. هلا. دعيك مجيد عطا الله مندوب شركة مضمون التأمين، رئيس قسم المشاكل الصحية بشركة صحتك بالدنيا، ومدير فرع أنا لمين للكفالة على الحياة، مؤسس مكتب سن التقاعد بشركة حقك ترتاح. ارتاح انه يعني؟ بس مجرد تعريف عن النفس. شيء بكسس النفس، روح ودرويت الروح. صباح الخير. اهلا. دعيك مجيد عطا الله مندوب شركة مضمون للتأمين ورئيس قسم المشاكل الصحية. سمعناها سمعناها، شرفنا. بعد فيه ومدير فرع انا لمين للكفالة على الحياة، مؤسس مكتب سن التقاعد. مرهش مرهش نجار بطون. مقدم على الفيزا خي مرهش. صرنا ساعة نجعر لك. وانا كمان رايحت المحاضرة بنيرونيا عن بعاد
عاش ما بعد الوفاة أسسوا شركة جديدة اسمها بعد حماري ينبت حشيش. دخل شفت لي لا زمر هيدا صاري بس أنا بأجري في قضيب حديد وعامل حادث من سنتين مثل أجري ما أنا كمان بأجري في قضيب حديد نصبت بالأحداث ما حسابك كان مسال على المقطع كلها هون عبر هالوظيفة الرغيف 10 سنين 6000 وصبت مره بالبلاي ستيشن ما بصير هاي الله يقويك اللي بعده لسه ما بتشوف في بطنك ما ابنت ولك لا شو مخباية بطنك والله قصين حبلة حط في المي علي معك شي معدن لا شلحتهم كلهم طيب لسه ما بتشوف في بطنك وحياة بنتي ما ابنت خلينا نشوف ايدك مسيو ولو عم شوف اذا مزبوط حبلة ما بطني قدامي وبركي اللي قدامك مش بطنك كيف يعني؟ يعني انا بركي ما بدي لك شي محشي هودي ورقلك كو ولا؟ اكيد معك بنات يا حن الصور عم لا زمر لبس شي معدن؟ قلت لك لا لك مش انت البنت لبس شي معدن عمو؟ سفر عم شو اللي زمر لكن؟ ورقك كاملين خيي مرهج؟ اكتر من كاملين جايب لهم اشياء زياده هيدي ثالث مره الله وكيلك صاروا رافضيني مرتين الاسيرانس عملتها؟ على شهرين اما بيصير قليل راح اعمل لك اياها على سنه لشو على سنه؟ رايح شقى خيي شهر وراجع بركي انبسطت طب مدت شهر زياده ليش بين شبع من خيك بشهرين؟ ليش انت بتعرفه؟ لا بس بتكون مشتاق له اعطيني تذكرتك هو ليه؟ قال مشتاق له مشتاق له بس لازم ارجع عندي شغل خيي لشو تترك حالك؟ عمره ما يكون شغل ارتاح حقك ترتاح وتشوف خيك اعطيني تذكرتك عندي عائلة لازم ارجع بدنا نطعميهم كم ولد عندك اسم الله ثلاثة لا الله ثلاثة لا الله اسم الله طيب انت مأمن حياتك بالله لا تركها الله بحياة الله واذا باذن الله صار معك شيء لا سمح الله شو بيصير من بعدك بثلاثة لا الله عمين بتتركهم الله هيك بدون ضمانات يا الله ما قلنا لك ادبرها الله وبركي صار شيء لا سمح الله يا الله يا خيي شو اسم الكريم مجيد عطالله يا مسيو عطالله ما رح يصير شيء باذن الله واذا صار شيء لا سمح الله بدبر الله فهمت علي ان شاء الله إيه بس كيف بدبر الله يا الله بيبعث لك واحد مثل مجيد عطا الله قبل ما يصير شيء لا سمح الله بتأمن ثلاثة اللي على الله وهيك بتطمن بالك بإذن الله ومنا مكل في والله 1700 دولار بسط لك هني بالتقسيط المريح إن شاء الله شهري يعني؟ حي الله شهري جمعي يومي حسب ما بيسر الله لوف وحياتك خيييييي شو جايب شعر سلاح؟ وقف عندك شو هيدا عود؟ شلو شو؟ شلو لا شو جايبه معك مثل البازوكا شكله معك حق هيدا سلاح بس سلاح سلمي شو يعني؟ انا موسيقي وجاي اطلب فيزا لمثل بلدي بمسابقة تشاليست العالمية بدك بتملكات الجمال يعني ترفع اسم بلدك بالعيلة بتشلو نحن منحارب بالثقافة بتحارب بالثقافة؟ ومعركة بدك تربح انه صدحش عليك العدو بدي اقول له طلو حبابنا طلو نسم يا هوا جالي يا بس هيدا مزبوط لشو ندعو معك من غير شر؟ هيك قلتوا لي حضرتكم على التليفون قال جيب معك اثباتات انك موسيقى ام صدقت حضرتك جبت لي معك البازوكا هيك بدي قدامه بصدقوك بسرعوا لك بالفيزا ايوه ما في شيء طلع تشلو لا بلبك هيدا في اذا عم كان راجع نوتات شوي لاتمكن من درسي لان على الظهر عندي فحص بالكونسرفاتوار فور يا نوسك بدك سمع لك كمان ليش فتح لك استديو انا هام اذا بتريد تستفيد من الوقت عصرت بدي اقول لي هيدي غنيه الحصوده يلا عن عرضه شو حلوه اسمها روان الحصوده اسمها روان الحصوده اللي بعده يا خيي ما في ادفع لك 2500 دولار بالسنه بتخرب لي بيتي ما انا مديون بزيدهم علي ايه بس بتامن اولادك من بعد ما تموت وبيورثوا 50,000 دولار وبضلوا يترحموا عليك على طول ان شاء الله يعني بعيش كل حياتي فقير وبس موت بغتني يا عيني عليك صحيح بتركب ديون زياده بس بتوفيهم دغري بس تتوكل والله اتوكل بمجدي اتوكل انا اتوكل فيه على كل حال فكر فيها انا هون بالمحيط ايه انا بغير محيط ناس بتخلفي شو قلت؟ ايه حبيب عيوني عم قول مش كتير مكلفه هيك بتبهدلوا الفنان انا ايد فتش انا فوزي بتك خريج معهد التفضيع العالي للفنون العظيمة وكاتب أكثر من 140 مسرحية بالجنود ومؤسس المسرح التخريبي وواضع المنهج التربوي للرجعية المسرحية اتفتش بهالطريقة كل شو هالاندروير الحلو هيدا لا لا يا دسدمونة لا آه وألف آه معقول هيدا شلحوا بنطلونه ولا؟ هيدا أصلا ما حق بنطلوني بينطر هيك مناسبات تينعي أنا هيك بدي أطلع من السطارة خلي يصوروني الصحافي ويعرف الرأي العام إنه أنا فوزي التك أهم مسرحي يجيلي عم اتبهدل عم اتفتش عم اتشلح ليك إذا رح تضل هيك رح تتزحزح بعد شوي آخ عالفنان آخ عالمسرحي آخ عالنهار شو خيي ساعة تشلو ساعة خط برين ساعة عبسي ليش نهار تجريبي هيدا أنا رايح على مهرجان المسرح النيلوني لمثل بلدي هونيك هيك بتفلوني حتى تفللوني
لا يا دزدمونة، البلد اللي ما بيعرف قيمة فنانه ما بيتسمى بلد. عمر هل أنت تعتبر حالك فنانو؟ طبعاً أنا وجه الثقافي، أنا وجه الحضارة، أنا وجه التقدم. ليه من وجه العمل شوف أنا صوف؟ ليه مش سامع فيك بحياتي؟ ليش عارف فنان مش عامل ولا شيء؟ عامل كذا عمل بس مش للجمهور العريض، للنخبي. قدم لي مراية يعني. شعب متخلف، عديم الثقافي، ما بيعرف يغوص بالعمل الإنساني، راقد ورا الاستسهال. لك إذا مش رح تسكت رح يصير معي استسهال. عود مسكت. مكاني مش هون. لا هونيك هونيك. شو يا خالتي؟ لوين رايحة؟ ما بده من يخدمك يا خالتي، ما تنفشها هيك الا حديد، خالتي خالتي من هون. معك بنادول مسيو؟ والله كنت بدي اسالي. عم يجعني راسه. راس مين؟ راس بنوتك، عم يجعني بطني من هون وهون موقع راسه. شو عرفك بركي هيدي اجره، ما الولد بيقلب مدام. عفاك كيف بدي اعرف؟ ما بعرف. معك بالحق الفيزا؟ ما بقى معي 700,000 جاهز. لا حبيبي، بالعمله النيرونيه بيطلعوا 100 ليرو. ولا هو بتقبلوا الا بالنيرون مش عارفين؟ هلا صرتوا عارفين، روحوا توجع الشباك هونيك، صرفوا صرفوا. ولك هاي واحد واحد يا تتر اللي معه صافي للكلمة تقتلوا هم مش قادر رح اقتلوا بعضهم. ما بدك تصرف يا ربيبي؟ معي نيروني. عمل حساب كل شيء انت، اوعى تضيع وقت، نقطة اوعى تضيع. شو بدو نهار طويل اليوم؟ اقصر من غيره، سايبين اختاريتهم فنانين، ما بتعرف اي ساعة بتطل ابو وديع. تشرب قهوة؟ كن ممنونتك. فوز سخنا رقمة امبارح يلا. صباح الخير. هلا مقدم على فيزا؟ نعم. مقدم على فيزا؟ نعم. مقدم على فيزا؟ ايه نعم. اتفضل من وين؟ من وين؟ من هون. شو أول مرة فوت على سفارة؟ نعم. أول مرة تفوت على سفارة؟ ايه نعم. فوت حبيبي فوت. من وين؟ من هون. ما في شي طريق أقرب شي أدومية طويل شوي هيدا علي. بلا دامة عم تصبح، فوت حبيبي فوت. من وين؟ من هون. ما تخاف حبيبي ما بكهري ما بكهري. لا يعني فوت. تفضل. من وين؟ دي من هون. شو هذا تعطيك؟ كيف فوت هيك يا ما هيك؟ لك حيالله خلصت بس فوت. من وين؟ رح من هون. طول بقى شو بستاجل بقى في حدا غيري ما هلا فوت. ما يلا ها 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 يلا ها ما ها يلا ما يلا ها ما ها يلا يلا ها 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 ها يلا يلا واقف 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 لسه ما انا يا حبيبي ما بيمر علي شيء. شو ما ماشي شو ما ماشي شو ما ماشي شو ما بيكون معي متفجره يعني انه شو ما بيكون معي متفجره يعني ما بيكون معي متفجره يعني ما بيكون معي متفجره يعني انه شو بده يكون معي متفجره يعني معك معدن ايه مرصرص درسي من يومين معقول سمر درسي؟ اعطيني ولادك لشوف شو بدك فيهم؟ بركي فيهم معدن؟ لا فيهم ميوبي هاي شو؟ هاي شو؟ هاي هيها شفت 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 مكفيهم برغي حديد ما قلت لك انا البرغة ما بيمروا علي يا بي انت يا بي يا بي يا بي يا بي هيك 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 ولو البرغي ما بيمروا علي شفت بس ارجع امرو حبيبي من وين من هون ما خلص هون افرناها انت بتغري افرطه يا بي انت يا بي يا بي هيك 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 ولو بس ارجع امرو حبيبي بدي فليك الله يفليك الله يخليك بركي ما عاد برغي ثاني برغي تاني ولو هيك 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 بدي فتش كل جسمك شايف شافي لك لوين يا ابني انا لعوينك معك يا ابني اعطيني هني بلبسهم برجع بدي لك هني يا ابني تحية الله لا فلت اسم الله زوق وروح يلا بدي ارجع زمر انا مش كيف صاحبي ما هون ما كانت في مشاكل سابقه روح على 600 مهلك شو هيدا؟ لك هذا الربابع بتبرع شو بدك انت مروق؟ مروق مهلك رح امرق فرط قطعة قطعة عافيك يلا يمين لقدام شمال لفوق اليد ممدودة رجل مشدودة حرك الكتاف يمين لقدام برافو الحمد لله على السلامة انتبه اخر نقطة طلعت نشاز ارجع عيد عايد اخر نقطة نشاز مش حلوة عايد هذا زمور المكنة يا فاتوي عم تتشرط علي؟ نحن دخلت اعطيني المكنة اعطيني المكنة شو بدك اياها؟ بدي اعطيك اياها بدي ساعدك ارفع ايدك يا خدوم شو كمشة فضش ليه يا بيين انت يا بيين يا بيين يا بيين هاي 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 ولو معك حق
في معي هذه النقله بشايبتي. ها ها هيها 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 النقله. لا مش النقله بلا النقله. لا مش النقله بلا النقله. هلا بصمم مش هلا بصمم. بتشارط بنهاي هي ما تشارط. كيف بدك تدفع الشرط بعدين؟ خلص وعدني ما صمم. صمرت خلصك ومحلوش. شو بدي اعمل لك؟ انت مراهم عليك لان رح تدفع الشرط. اذا ما صمرت بخدك. واذا صمرت برد لك اياها. ولا هاي 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 روح بشوف يلا. وليانا بعد وليانا شفت 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 ما قلت لك انا شلت اللي ماشي انت قلت اللي شلت اللي شفت شفت طلع القصد طلع معك حق من النقلة شفت لك شفت شككتوني بحالي انت وياه فكرت حالي معي املي لا سمح الله لا حبيبي اطمن ما معك شيء اصلا مع بدوي ما بيمرق شيء بعرف ولا خيفوت ليك انا معبر ليك مش عارف مع مين عم يتعاطى ولا انت ليش عم تمشي كاي مواطن عادي طالب الفيزا بس وين المجاميع تسلم علي شايف كل اوراقك معك شفت معي اوراق زياده بركي استوي جبت اوراق الميكانيك فحص الباول من شهرين ما طلع شيء وعلاماتي بالمدرسة بركي يا خي ما بتعرف شهاداتي العليا كارنيه ستيام بي والستيام سي بحسن عودها خلتك انت فلتك والستيام اه اه بدك انت روح لحي حالك مصروف 100 ليرة وحق الفيزا في ادفع حقها بعد ما اخدها بحياة الله بتحب اقيد لك اياها على الحساب كمان ليش اللي كان جاي انا روح حبيبي روح من وين من هون بدي ارجع اعمله تحت هيدي يا رب الله خلص خلص من هون خلص هونيك افرناها انت دغري افرطه يا بيي انت يا بيي هاي 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 ولو شفت شفت ولك يا جراسو هذا مفتكرنا ولاد البيري انا مش حاجه صرفت في مجال اعمل هالمقابل وخلص عندي ورشه بعد الظهر ما عشان بيك رقم واحد شوفي غيره جراسو استعدي لي الشوكوبارا عندي ما في احترام للمثقف لا بدل ما يعطيني المصاري ويقول لي تفضل اعطاني اياهم وقلد لي بعده لا كمل بوشي وقلد لي بعده شيت انا فوزي التك الكل بيعرفني اتعامل بهالطريقه انا في الهو وهو في انا يرمي المصاري بوجهي ومش بس هيك بيقول لي اللي بعده يا خي اللي بعده عم بتكرر الغلطة ولك انا عم كرر ولا انت اللي بعد اعتمد اقعدوا راكب ساينس عشان ما تتبهدل ها راح الفن انتهت ايامه خلص 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 يا عشان خلص عفوا مازال سمعت انك حامل اسم الله دموازيل ولا عفوا المدام سمعت انك حامل اه سمعت ما شفت ما شاء الله انت بامن شيء لولدك ما انا ليه اليوم هون لا امن للفيزا بخلفها هونيك وبامن للباسبور وبعد الولاده باذن الله شو الضمانات يعني ليه ما بتامن للدراسه عندنا اوفر جديد اسمه مدرستي يا مدرستي بتصمد اسم بنتك قبل ما تخلق وبس تفوت على المدرسه بتكفي تقصير تحت عنوان جامعتي يا جامعتي بس تخلص جامعه بتسحب المصريات اللي باقيه وبتصرفيهم عليها لا رح بدها سنتين ثلاثه بلا شغل هيدا اذا ما سافرت هالوقت مين بده يصرف عليك برافو كيف عرفتيهم ما من خمس دقائق كنت عم تقولهم للمدام جوا على كل حال ما تعتل هم انا بس امن للباسبور كنا امنت لك كل هيدول ما في ايميل الفنان لا بلا لا بلا ما بصدق صدق طلع لوراك منين لوراك منين يا جماعه والله ورا الله مبروك الله يسلمك كتر خير الله الله ورا الله صار صور بروفيله فاس ايه فاس انا وقفه على النص وانا ساعدت الانصل يلا اعطيني ماوسه هاي طيب وين الانصل ساعدته ايشك على الشاشه يا عيني انت وقف هون لطلعتك الكاميرات وجاوب وبس اشوف جاوب وين خلات كيف خلات ليش خلات وبتقول بكل صراحه وين مسافر كيف مسافر ليش مسافر وعلى الكذب لايكو اسمعوني كلكم كلكم جاي داوكم وحدا يكذب حق لانه في زربريز اليوم اكتشاف نيروني جديد ضوء الحقيقة هذا ضوء اكتشفته عظماء دولة نيرونيا العظمى بس صوفه تحته بيكشفكم بيخليكم تقولوا الحقيقة مثل ما هي شو هيدا شيء جديد يعني اختراع نيرون جديد صار له جمعة وصل لعنا ضوء الحقيقة طيب ضوء لنحكي لا حبيبي لا اول شيء بتحكي بلاي بعدين بنعرف كلمات بس نضوي كيف بدنا نعرف اذا كنت عم تكذب او لا يا قطار الصحيح شو هالضوء هيدا طب هيدا كيف عم تخترعه بس صاروا يعرفوا من الاخبار الصناعية قديه معك الكوليسترول اليوم لك ابن حيف بيطلع لك جوجل ارث بفرشتك بدنا لك تخترعه لكن بس عم تستفسر بس خلص وفر كلامك للانصر يلا مرحبا مت مرحبا مرحبا بحج تفتش عم يشوفك من مكتبه يا رجعي اي كاميرا على الواحد ولا على الثاني على الاثنين اسمك ملهي ايوه ليش بدك الفيزا يا ملهي بدي الفيزا مشان اروح شق على خي بنيرون يا خي صغير انا مربيه واشتقت له كثير خرج من سنتين وما لقى شغل مثل كل هالشباب هاجر لعندكم من سنه ونص من وقتها ما شفته فعبالي زوره بدي اقعد عنده شهر وارجع واخذت فرصه من شغلي شهر انا بشتغل نجار بطون مجوز وعندي ثلاث اولاد الله يخلي لك اولادك نحن الاصل من ظهر البطن اذا بتعرفها 1100 متر على سطح البحر يعني رايح وراجع ما في اترك اهلي وضيعتي وعائلتي
انت بدنا نطعميهم من غير الشر، وهي بتستغل الفرصه بعمل سياحه ببلدنا العظيم اللي بنحبه بنقدره بنحترمه بنشله قلبي. خيي نيرون يا بلاد حلوه كثير، اسم الله حل ايامك. انت اكيد من كلامك يا مرهي ولو 100%. طيب دول دول حقيقه هيا ايش بدك الفيزا يا مرهي؟ بدي الفيزا مشان اول ما اوصل على نيرون يخزق الباسبور وابقى هونيك. خيي مظبط لي شغل من تحت الطاوله وقال لي بيوكل لي محامي يظبط لي ورائي. تركت شغلي ما بقى فيه اشتغل الشغل الزك اصلا ما بقى فيه شغل. هات تلاقي ورشه على ذوقك وهات يكونوا مصريات على ذوقك وهات يدفعوا لك على الوقت. ايه بيعلوا لك قلبك ليدفعوا لك وانا ما فيي علي ديون وعندي ثلاث اولاد بقصوا الظهر يا سعاده القنصل. انا ومرتي بناخد اولادنا على السينما وننطرهم برا لانه ما معنا حق خمس بطلات، بس اني شو ذنبه؟ لازم يحضروا السينما مثل رفقاتهم، لازم يتسقفوا، تعيشوا حياه احسن من حياتنا الزفت. سكرت بوش يا سعاده القنصل رح اختنقوا عند غير حال. قدمنا عندكم كذا مره هجره ما وافقتونا عليها، مرتين على الفيزا مرفوض لان ما عندي حساب محرز بالبنك ولا وظيفه تربطني هون ولا سقافه تربطني بين هون وهنيك. انا ما بحب بلادكم ولا سياستكم ولا نظامكم دكتوراتي، انتم بلد زفت بس عندكم مصاري، ضروري نروح نعيش عندكم تنعيش اولادنا هون. وحياتك لو ما المصاري الله يلعن بوجه لعندكم. فكرك هيدا الزل كله لشو؟ كرمال الاولاد. انا وحدي باكل حشيش بس ابني ما فيه يرفض له طلب، بده مثل رفقاته بس انا مش مثل بياتهم. ما بدي ضل هون يا سعاده القنصل، هون يا بدي اقطع زعيم يا طايفي يا حزب يا كون اسعد لقدر ضايم وانا ما فيه يكون كل هول. انا بنشتغل وعيشي كرامتي وهول كرامي عم تنقرض ونحن عم نقرض معها. انا ما عندي واسطه ولا عندي حدا ولا بدي حدا، وهول مثلي مدعوس مين ما كان ببل ايده فيك لانك كادح، والكادح حنا ممنوع ابراسه فيضل عايزهم ويعمل بالدنيا. احنا طبقه الاكثريه ما فيها تغير شيء يا سيدنا. تعبت من الفقر، تعبت من القهر. فكرك انا رايح اعمل سياحه عندكم؟ ما كل شوارعكم مثل بعضها، حتى الناس بتشبه بعضها عندكم. بارده مثل طقسكم. بس رايحين على البرد تيدفوا اولادنا هون. قال لي خيي انه العيشه عندكم بتضجر بس الشغل كثير. رايح عيش بالقرف لوحدي احسن من هالقرف الجماعه اللي هون. بعرف رح اشتاق لعائلتي، رح اشتاق لاصحابي وضيعتي، واولادي يمكن يكبروا غيابي، بس على القليل بيكبروا وبيكبروا صح. مش صح؟ لكن كتير حلو المونوبلوك تبعك بابو شيها أثرنا. قلت الكلام مصابة؟ 100% ولا حرف غير. يا دار برافو كنت رائع. عم تعبت حنجرتي. بتحب تأمن على حنجرتك ليك؟ انت بتحب تأمن على مناخيرك. مدام فدوى الفاضي انا يا مامي. ايه فدوى خمس خمسات حدا معه خمس خمسات؟ معك خمس خمسات مسيو؟ معك خمس خمسات مدام؟ معك خمس خمسات مسيو؟ معك خمس خمسات مدام؟ انا ما بحمل مصاري، هيدا ورق وانا ما بترك الورق يتحكم فيي، خصوصي بزمن اسود مثل هيدا. ما في احترام للفنان، ما في تقدير للعبقري، ما في قيمه للثقافي. معك خمس خمسات. آه يا دزدمونة، لماذا فعلت هذا؟ وماذا فعلت دزدمونة؟ وماذا هو هذا؟ خنتني. خنتك؟ أجل. دزدمونة خنتك؟ أجل. يا عكروش لاهية، معك خمس خمسات. خنتني مع موضعة الحقير. يا عيب الشومي، يا عيب الشومي، يا عيب الشومي. وأنت من تكون؟ أنت المن تكون. ما بتعرفني يا جاهل؟ لا ما بعرفك يا جاهل. أنا المسرحي الكبير، الأستاذ فوزي التك. يا عيب الشوم أستاذ فوزي الزك، معرفتك ما توخصني معرفتك. التك، 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 التك. نعم. التك، 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 التك. يا سليمان انا كبير مسرحي جيلي وعبقري هذا الزمن الرديء. طيب ليش عملت هيك دزدمونة؟ اللي صاير له مش صاير لحدا. هيدي احدى شخصيات مسرحيه لزميل شكسبير. يا جاهل، الجهل معشعش داخلكم. مسرحي مش بيناتكم، مش قادر كفي بهالجو، عم فكر بالانتحار. لك إذا عم تفكر بالانتحار ما تعذب حالك، رح يمشي الحيل لوحده بعد شوي. بدي اترك هالدنيا. علي اترك علي، كل غرض يلزم. لازم اترك هالدنيا بأسرع وقت. ثلاث ربع ساعة منيح. بلكي بتقدر بغير دنيا. روح جرب، ما بياخذ ريسك بحياته وبيوصل لمطرح. اه يا اوفيليا. اه غيرت عند دزدمونة انا عافاك، بدي اقول لك دزدمونة انا مش الك. غدا ساصفي حساباتي معها. مش رح تلحق. مش فوزي التك. اني اتن استودعك يا نفر، اتريد شيئا؟ خمس وخمسات. ليك انت ما بعرف نتيجتي. مستاجر على الفاس يعني؟ فين الله ولا فينك؟ وين فينا ندخن هون؟ روح على الكوفيتيريا هونيك سموكينج ايريا. معك سيجاره؟ روح خيي روح خلفك ونسيك انا. طيب بونجور مسيو، ليا سيريموني ماستر ان دانس كونتمبورين. نعم ليا سيريموني. الثاني شو؟ ماستر ان دانس كونتمبورين.
يوسف يوسف بدي اقدس كتب باتيل. سوري ما فهمت. يوسف يوسف بدي اقدس كتب باتيل. ما بفهم. طب ايش في عيد شو بدي اقضيها كل الليل انا يوسف يوسف بدي اقدس كتب باتيل. يوسف انا شايفه وجهك قبل هلا. وجهي لا. بلا بلا حاسه حالي بعرفك دروس. نعم دروس. هلا نو قصدي بالجمال دروس. لا 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 انا الرأس بضارب صوبه. الرأس بالنسبه لي هو فسق وموجون. فسق 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 وموجون. شو يعني فسق؟ الفسق يعني شوف الفسق يعني فسق. شو يعني؟ شوف الفسق بعلم التفسيق هو عبارة عن معك خمس خمسات معك سنك سنكات. الفسق الفسق شو يعني؟ آه مصر على الفسق. الفسق يعني مجون ارتحتي؟ آه مجون. أيوة. والمجون شو يعني؟ شو عم تعملي فحصك أختي؟ شو بعرفني؟ بعرف فسق مجون. بسألك بعتك إياها اس اس اس. طيب بتحب رؤوس كنتم بغا؟ لا موقف أبدا أبدا. فترة رجعت وقف بالضر. أنا برؤوس. نعم أنا برؤوس راكسة. أنت رقاصة؟ راكسة. في فرق كتير كبير بين الرقاصة والراكسة. شو الفرق بالله؟ الرقاصة بترقص بينما الراكسة ترقص. ايه غير هديك بترقص هيدي بترقص غير. الراكسة بتعبر عن حالة بتطوح عن حالة من خلال حالة بينما الرقاصة بتطوح عن غيرها. انت وحدة فاسقة ماجنت بجونت. بروفيل فاس. ليه اخذت وقت المدام؟ ما عم بعمل مقابلة مع شخصين. فاسا تفضلوا وقفوا عن النص وقبلوا ساعة الانصل يلا. بوجور. كيفك فدوى؟ منيحة انت كيفك؟ ليه بديك الفيزا يا فدوى؟ انا رايحة قصدورة وهيك قصدورة تنقصدر هيك من قصدر وبنرجع. انا قلت بروح بقصدر هونيك قبل ما ارجع ولد هون واقضي فترة بلد قصدر مش هيني. انه بس قصدورة؟ انه ايه ليه بدي كسب ساعتك ما في داعي. انه فكرك رايحة ولد هونيك بكير ما انا بالرابع بعدني شو بدي اقعد خمس شهور هونيك؟ ما انا اصلا طالب الفيزا على شهرين بس. بعدين مع احترامي للجنسية النيرونية انا بفتخر بجنسيتي وجنسية بناتي الوطنية. بالروح بالدم نخليك يا ادم. رايحة قصدورة قصدر تنقصدر دولة دول حيا. ليش بدك الفيزا يا فدوى؟ انا رايحه لولد هونيك وارجع. هيك بنتي بيطلع لها الجنسيه مثل اختها. ملودي ولدتها هونيك من غير شر ما بحب ميز بين ولادي مثلها مثل اختها. بكره اذا كبرت وسالتني ليش اختي بجنسيه وانا لا شو بقول لها؟ ايه لازم تاخذ الجنسيه لان ما حدا بيعرف شو بيصير بهالبلد. عكف عفريت واقف ساعه شخ وساعه نخ يلعن الساعه اللي خلقنا فيها هون بلد زفت. منيح اللي في الزعيم فلان يحمينا. بالروح بالدم نخليك يا فلان. لأني صرت بالسابع قوموا ما تعطوني الفيزا وارجع اقدم وما لحق ولدها هونيك. حرام البنوت. وحرام انت. شكرا فدوى. كيف كانت شو صار؟ ماشي يا وطنية انت كنت منيحة؟ شو هيدا الضو هونيك ضو الحقيقي؟ ايه هيك بيقولوا له. طب انت شو بدك بجنسيته؟ لشو تلوتي سمعت بنتك فيها؟ ولا وشو هالحكي؟ جنسية نيرونية برستيج في احلى منا بنت تكون حملتها؟ اهم من شركة الدكتوراه بعدين بتخاطي مع الجنسية لشي بشو احسن مني؟ هودي اشرار جنسيتهم عار. لا والله انا بحبهم على القليلة عندهم نظام. لكن فعلي ما حملوا فينا. نحن الحق علينا عطينهم أهمية بيناتنا بيستاهلوا ونحن بنستاهل. طب انت كيف عرفت انه معك بنت اسم الله؟ ولا وعملت صورة ايكوت لا معي بنت. طب كيف عرفت انه بنت؟ ما بين شي على الصورة يعني بنت. شو هو الشي؟ ولك شي ينقح شي على الصورة لو صبي ولا مضبوط بينقح شي. ايه بينقح شي وحده شي زيت الشي. ايه طيب بركي كان صبي وحطت اجر على اجر مثلا. عفيك الله يسمع منك بس انا حاسه انه معي بنت. طيب غير البنت معك شي تاني؟ مثل شو؟ خمس خمسات. لشو حياتك؟ نعم لشو حياتك؟ انت لشو حياتك؟ تعيد مجيد عبدالله مسؤول بشركة لشو حياتك للتأمين على الحياة. يوسف يوسف بدي اقدس كتبتين. خي يوسف لما بتأمن حياتك بالله ما بتعرف شو بيصير لا سمح الله. لا انا عارف شو بده يصير. قصدي بلش قصه مبلغ بعد عمر طويل بس الله ياخذ امانتك. اولادك بياخذوا مبلغ كبير ان شاء الله. عملها عملها اصلا. باي شركه؟ شركه كبيره عالميه اسمها عن جد لشو حياتك. اكيد منا انه اكيد رح يدفع المبلغ لاولادك بعد عمر طويل. اليوم بنعرف. انا معي افراد جديده. يا خي بقى اشتحرز كثير اصلا. مين قال لك بتعوزها بعد عمر طويل؟ مش كثير طويله. لا ما تتشائم كثير. انت بتتفائل كثير. ليه؟ انا ابني بيحب الموسيقى اذا بدي اعلمه قد ايه بتكلف؟ $30 بالشهر بالساعه. اوف شو انا بعلمه شو صاروخ؟ بعلمه يطلع على الفضاء؟ بالضبط الموسيقى بتخليك توصل على القمر بدون صاروخ. $30 بالساعه؟ خليه على الارض شو بهالارض مش عاطله ابدا. بسم الكريم ما شاء الله. يا خي يوسف يوسف بدي اقدس كتبتين. العمر قد ما بدك. الوضع العائلي متزوج من مدامتي عندي 4 أولاد 3 وهي. يوسف تشكي من شيء؟ قصدي بتاخد ادويه عاده؟ لا بس اليوم عطوني حبه عجبتني كثير قمت شفطت الحنجور كل نص ساعه عم باخذ حبه والحبل على الجرار. فرجيني لشوف. اه هيدا ماشي هذا دواء بشيل القلق والخوف بيفتح الذهن. مش كثير بس انا روق لي اعصابي. خي ما كاني رح بش. قول هيك كلنا رح نبش. شو عرفك من هالوضع الزفت؟ فكرك انا ما عندي هموم؟ ما لا مثلك رح بش.
بعيد. لا بس بشتي غير بشتك، بشتي بتعجبك هلا بتشوفها. وينك وينك؟ انت باقي معي؟ ايه خليك، اهلا وسهلا فيك، خليك. سلامة قلبك، اخ على البلد، إذا بتضل الحالة الاقتصادية هيك كلنا رح نبش. ولهيك معك حق، كلنا رح نبش بمن حضر. إذا من هالمنطلق هيدا أو من هيدا المنطلق أو هيدا المنطلق من أنا عيب ذاتية بتخليك تسأل حالك لشو حياتك؟ معك خمس خمسات. ليك بدوي، هيدا الموسيقى آخره قد ما فيك، عصفه حلو، خلينا نستفيد منه للآخر. ليه يا سيريموني؟ شرف يا عبري، ولا لنصر ليش بدك الفيزا وبصدق، شوف شو صار بالزملاء. يلا أنا صادق. هلا منشوف. مرحبا. أهلا أستاذ فوزي. شفتوا الاحترام؟ قال لي أستاذ أنت إنسان محترم يا ابني. وليه هيدا لنصر يا ابني؟ ليش وعديش بدك الفيزا؟ الحقيقة أنا أستاذ بخريج معهد التفضيع العالي للفنون العظيمة، أنا من أهم الفنانين المسرحيين بالبلد، مثقف كبير، نطاق تفكيري واسع، عامل فوق 140 مسرحية تأليفاً وإخراجاً، مسرحياتي عم تتدرس بمعاهد أوروبية، لها السبب اندعيت حتى شارك بمهرجان المسرح النيروني بعمل مسرحي الضخم بمثل في وحدي اسمه أنا في قلب الأنا، رح أخذ الجائزة الأولى وأهديها لأمي وبي وخيي ولبلدي المستى يعني، وأرجع لكفاحي على أرض هالوطن لجلب الجاهلين من الشعبوية المعطرة للنخبوية المؤطرة، وبعتقد أنا أهل إني المهم كوني أديب شاعر فيلسوف مسرحي، وقبل هيدا كله إنسان. يا عم كيف حافظن وليه؟ أنت أكيد من كلامك يا فوزي. أرجوك أرجوك الصدق والله سعيدان، دول ندول حالي. خلو بدل عوزك هلا في مشروعنا، هيلي حالك. أوكي حقيقة. إيش بدك الفيزا يا فوزي؟ أنا أستاذ وخريج معهد التنظير العالي للفنون الثقيلة، من أنا وصغير رفقاتي بيستتقلوني دمي، كان لقب سميك ما كان حدا يلتفت فيي. شلو قررت روح نحو المسرح بركي بلفت النظر بيلتفتوا فيي الناس وبتوصل معهم وبيصيروا يتقبلوني، لكن للأسف ضليت بنظرهم سميك، هربوا مني أكثر، أسلوبي ما نسهبهم، صرت معزول أكثر، هربت على خندق اسمه العباسية والتجربية والمش مفهومية، صرت شيل اللوم عن سماكي وكبة على الجمهور، عملته ما بيفهم مش عم يفهم، عملته بتخلف ما فهمنا شيء، عملته ما بيقدر ما فهمنا شيء، هو بالحقيقة مش عم يفهم علي ولا شيء، اصلا انا مش عم بفهم حالي ولا شيء، 140 مسرحية بالجرور مثلت منهم اثنين قدام اثنين وما قدرت شديت الناس زينة، اصعب لغة لغة البساطة وانا ما بعرفها، ولاقي اكلتها الغبرة عفوف الدهر العتيقة، عفوف الدهر العتيقة، ما كنت عارف ان السقافة ما بتصنع فن، بتسأل بس ما بتصنع، عارفه في الدهر العتيقة، ممكن مسقف يخدع الناس لفترة ويهمن انه فنان ولكن لابد ما ينكشف، ما بكفي تفوت على العقل، لازم تفوت على القلب ويفلترك العقل، عارفه في الدهر العتيقة، في خيارين، يا بدك تبتكر يا بدك تنظر على المبتكر، انا مش قادر ابتكر بس زهقت من التنظير، نحنا كمان شلو نوح اكتر نوح، سقافة كذبة الفن زهقنا من التنظير، كان يقول أحد العبارة فن سحر والسحر خف وأنا تقيل تقيل، ما بتنفع النظريات ولا الكتب ولا المراجع إذا هالشي ما كان بدمي تقيل، بس أنا بحاجة أعبر عن حالي، رح أروح أعبر برا يا ريت، بركي بلاقي حدا يفهم عليي، رايح لأبا هونيك عفيت، هونيك ما حدا بيقول سميك، يمكن هونيك بيشوفوا كل شي، يمكن يمكن يحضروني، يمكن يمكن يحبوني، يمكن يمكن يستعبوني، يمكن يمكن يزقفولي. يعطيك العافية استاذ، الله يعافي الشماهير، الله يعافي الشماهير، شكرا شكرا، كنت منيح؟ يمكن ما بقى زعفوله هلا بصدق حاله، اسكت يا عريض، تعريف يا ريت تمثل هيك على طول، كنت جيد؟ كنت حقيقي؟ كنت صادق؟ منشان هيك كنت منيح، كلامي مطابق؟ شو بدك هلا شو بدك؟ المهم كنت منيح، يا اخي صدقني هالبلد ضيق علي وبنطلونك كمان، بركي بلاقي هونيك نخبة تفهمني، ولا دومر باسم الله، انت حرام تطلع من تحت الضوء، طبعا الاضواء خلقت لإلي، ضونا هالضوء يا عمي، من اسي بي بتدافع على 315 نرجع نضربها ب 16 مطرح قيمة الفاتي اللي هي 38.5% بنقسمها عليم المجموعة لا يبقى لك منها 55.55 بالألف، أصبح عندك 1.7 لإلك من قيمة التأمين، لك أنت مأمن على ريقك شيء؟ لا لا رح يشف ريقك مش رح يطلع لك معي شيء، مهضوم بتحب تأمن أخف دمك يا الله. مسيو مجيد عبد الله إجا دوري، بونجور مسيو لك وصيل، ليا ليش راح نيروني يا ليا؟ رح أعمل ويركشوب بدعوة من فريق شرب أند دانس للرقص المعاصر بنيرونيا، شلو نوع من تبادل خبرات، أنا بنقلن هويتنا وخبرتي وبستفيد من خبرتن وهويتن تأرجع وطور مدرسة الرقص اللي عندي، وهيك بكون جسر للتواصل الثقافي الرئيس بيننا وبينن، أو بليس أنا بغني وهيدا الهابي تبعي الدو حقيقة
المعاصر بنيرونيا. تشيلو. نوام انت بيض الخبرات، انا بنقول لهم هويتنا وخبرتي وبستفيد من خبرته وهويتهم ترجع وتطوير مدرسة الرأس اللي عندي، وهيك بكون جسر للتواصل السافر الرئيس بيننا وبينهم. او بليس انا بغني وهيدا الهمي تبعي. العمى كيف زانتا هي؟ بعد في ناس مثلك انت؟ ممكن تفرجينا شيء يا ليا لنتاكد من صحة كلامي؟ شو بدك تفرجيك اكثر من هيك سيدنا؟ غني وبرقص؟ اثنين، انت كريمة ونحن بنستاهل، وساعدته ذوي فن، بعدين كيف انا نتاكد انك استعراضية؟ اوكي، بس يا ريت بيشاركوني الزملاء المبنيين على الفيزا؟ طبعا نحن بنشارك. ايه بنشاركوا بس بنظام. ما في استعراض بقى فوضى. يا خيي فوضى بس منظمة. توب بلاير. فنجان ورا فنجان، والشفيقة في الشفيقة. ولك يا ربيبي وين صارت الحصوده؟ جاي تسنبل وراي. دخليك شو هذا الضو هون ضو الحقيقي؟ ايه شفتوا اوريجينال؟ حلو التطور شو بدك بالحكي؟ يعني بدي اقول كل شيء تحت منه هيا؟ بكل بساطه. ولا ما قالوا لي انا فيلم؟ لوين؟ مش عامل حسابه هذا الضو. لك خليه يقول حقيقة مثل ما هي، ما تخاف. ما هذا اللي بخوف الحقيقه مثل ما هي. شو قصتك؟ كانك رايح تعمل شيء عمليه ارهابيه. ايوه رايح عمليه جاي تاخذ فيزا ولا هو. يوسف يوسف مرحبا. ليش طالب الفيزا يا مستر مجيد؟ اول شيء يسعدني صباحك. بلا خوش مشيات يا ابو ليصح. انا رايح لحدا المحاضره باذن الله عن معاش ما بعد الوفاه، راح ارجع بجعبتي افراد جديده لنقدمها للشعب يلي بيستاهل يريح راسه في ظل اللا استقرار الكلي، وعنيه الله ان شاء الله. دو دو حيا. ايش طالب الفيزا يا مستر مجيد؟ عندي وثق السيارات رايح اجيبها. في مزاد مهم بعد جبعتين رايح احضره، وجيب معي كمية جيبات مضروبة باسعار محروقة وبيعها هون. هيدي مصلحتي الاساسية، التأمين هوبي، أي محاضرة أي بلوط، ما كله حكي بحكي، نحن بنبيع حكي أصلا، وبنقبل مبالغ حكي على ورق، والناس بتشتري ورق وعلبة مثل العسل. بيخافوا من المجهول بالوقت اللي لازم يخافوا منا اكثر من المجهول، ما اصلا نحن المجهول، المجهول واضح اكثر منا. عرفت كيف؟ ما انت بتفهم علي. معقول ما قال ولا كلمه الله؟ هو حقيقه بيعرفوا الله. شكرا. كان الكلام مطابق ان شاء الله. عالله يا عيني ورائي كاملين. يا عيني ورائي مش كاملين، ما تشرعيني. ايه ما تشرعني. في ورقه ناقصه رايح شيبه وجاي. شوف لي شوفوا هيدا يا بدوي. تعال هون لوين رايح؟ روحي بالساعات لنوصل. لحظه، في ورقه ناقصه رايح شيبه وجاي. ورائي كاملين يا بدوي. ما تقولي ايه. تعال هون هدك مش ولا بون. ما تقولي ايه. لك تعال وقف هون ورد على الاسئله. يلا لشوف. احلك عليه حرام. ما خزك كنت بطري. يوسف. ايوه. شو جاي تعمل يا يوسف؟ شو جاي تعمل يا يوسف؟ جاي اخذ الفيزا سيد. ليه بدك الفيزا؟ هيك. انه بدي سافر. ليه بدك تسافر؟ هيك. انه السفر حلو خصوصا اذا واحد تعبان، بعدين عبالي شوف بلادكم. بتحب بلدنا يا يوسف؟
بتحب بلدنا يا يوسف؟ رد دولوا دو الحقيقة. لا بلد ضو بزهري، أكيد بحب بلدكم، بموت بلدكم. بعدين ما في نزوم لضو الحقيقة، هيدي هي الحقيقة مثل ما هي. هلا منشوف دو دو حقيقة. ليش بدك الفيزا يا يوسف؟ ليش بدك الفيزا يا يوسف؟ قطع الكهرباء سيدنا. اوكي هالعشرة خلي اليوم يشتغل. ليش يا جماعة صار في عطل بالكهرباء؟ ما بدها هالعاد خلينا بتنقطع الكهرباء هون. ايه ليش لا؟ ولو ما نحن عندكم على الاراضي النيرونية. ايه صحيح انتم عنا، بس عقاريا نحن عندكم، مشان هيك انقطعت. بتحب تأمن على المدير؟ رح نوقف 10 دقايق لكي نسمح للعطل ان شاء الله. هلا اثناء ساعتها القنصل بياخذ بريك، اللي بده في يرتاح بالكوفيتيريا، من بعد ما نكفي المي بقى نلف بالثاني. وعندنا بنعرف نتيجة الشوط الأول. مستعجل على الكريزة يعني؟ ما قلنا لك 10 دقايق ما بتسمع؟ يلا أنا بعمل فوبيا على العتمة. فوبيا جوا في كهرباء، استراحة 10 دقايق من بعد ما نكفي نصف الثاني، راجعين بلا فوضى. ها؟ أوكي. سفر شو جارف بشر شلع من شلوشة بليالي الضجر. يا نهر السفر شو جارف بشر شلع من شلوشة بليالي الضجر. يا نهر السفر شو اخد احباب غرقوا ببحر الغربي وضاعوا بالغياب. يا نهر السفر شو اخد احباب غرقوا ببحر الغربي وضاعوا بالغياب. لو تطلع يا نهر طلوع خلي صخورك يرتاحوا، خلي درب الروح رجوع رجع معك اللي راحوا. يا نهر السفر شو جارف بشر شلع من شلوشة بليالي الضجر. يا نهر السفر شو جارف بشر شلع من شلوشة بليالي الضجر. بعد ما قطوع الكهرباء؟ ايه بعدون عم بيصلحوها، هيقطوع الكبير. الله يسمع منك. ليه تلبك بالمقابلة هيك؟ ما كان بدها هالقد. لا بس انا تعبان شوي. بين عليك، اصلا كثير عم تعرق، عم تتعب كثير بشغلك. ايه؟ انا بقول هيدا سغمناش. شو؟ سغمناش. ايه معقول سرشيشاج، انا قال لي حكي معي طرف سرشيشاج، بس وريني كله. بالكافيتيريا تعال نروح الكافيه. ما بدي. حسبتك على فنجان قهوة ولا؟ لا بشرب قهوة، القهوة بتضر السرشيشاج. ليك شو عطلين هم يوسف؟ ايه عطلين هم يوسف، مش عامل حسابه هذا ضو الحقيقي. ما بدها هالقد، زي بتاخذ فيزا هي ما بتاخذها، بترجع بتجرب حظك غير مرة. بقاش في غير مرة هون مصيبة. ليه عم تحكي هيك؟ مش فاهم شيء. تروح هدونيك، روح هدونيك، احسن ما يطلع القدر اللي يشبه جسمها وبكفينا السرشيشاج. مهضوم، انا بحب هيك الرجال عفوي وحقيقي وهيك صادقين. بلاقي هنيت. مرتبط شي يوسف؟ ايه مبلي، صار لي 7 سنين. شو يعني مبلي؟ مبلي يعني مجوز. يلا ما اهضمك، بس وماش مجوز. انت مش مجوزة؟ لا عفيكي. كثير طيوب حبيتك. شكرا كثير. هيك كثير قريب. بدي اقول لك لشهالقد قريب. شخصيتك فريدة. ومرت عمي فريدة. هيك بتحسها بكتبني. بس ناقصة شغلة وحدة بس. شي. خمس خمسات. شو بتغنجيني؟ بدل يوسف بعيد لك يو يو مثلا؟ ايه حلو بدل يوسف. ايه شو الغنجيني؟ الغنج فسق. بعدين شو هاي يو يو ما يو يو؟ شو فيها؟ مش مهضومة يو يو؟ كيف؟ يو يو؟ يو يو؟ مش مهضومة؟ لا مش مهضومة. مش مهضومة؟ لا مش مهضومة. مش مهضومة؟ لا ما بها شيء، ما شدي يا شوي، مش عطول تعيطي لي يو يو. مرة يوسف ويا ما بقول لك، اثنين يوسف يا ما بقول لك، ثلاثة يو يا ما بقول لك. لك حاجة اخذ الشغلة جد، ضحك، الحياة حلوة كثير لازم نستفيد من كل لحظة باقية. ما هذا اللي عم بعمله، عم بستفيد من كل لحظة باقية. شو عم تاخذ؟ بونبوني على كاموميك. اعطيني وحدة. مش لعمرك هو على كاموميك قلت لك. يلا دمشق تكون مغيّة. ليك انت هاتك انسانة كويسة، رح اعمل معك خدمة ما بعرف اذا فعلا هي خدمة، اسمعي مني روحي فلي هلا. لا بدي اخذ فيزا. بعدين بتاخذيها للفيزا، لحق على الفيزا. بتاخذيها بكره للفيزا، فلي على السريع. ولا ممكن، مش فايلة من هون قبل ما اخذها اليوم، لو بدي اتلقى هون. ما
هو احسن ما تتلقحي هانس بعي مني في اللي هلا بتسلى انا وياك عم بزعجك شيء كثير ليك شو من يوم صرت اقول لك من يوم مره بقى اشتغل بس هيدا ها هيدا اللعب على واطف كثير انا بحبه انا ها اخذوا ايه؟ بس الكهرباء مقطوعه ايه؟ والكاميرات معطله ايه؟ وما حدا شايفنا ايه؟ تعال شو تعال نروح ما بعرف اروح انا بعلمك ما ايش تحرز ما تقول هيك في ناس عمرها 90 سنه عم تتعلم عند رقص على عين ما فيي ما عشرش شاي الراس بيصحك هلا بتشوف راح اعطيك الباز بس ماشي ليلي ما بدي شيلك خليها شو بدي كربانك انا تفسي لك شفاسي بالغلط عورينا شيل ايدك ما بدي شيلها خليها شو بدي كربانك انا بدي لي بدي الغلط عورينا بس حطيها هون لا الوصول حتى هون لا الوصول حطيها هون هالمنطقه متقربه عليها بتعورينا تخيل حالك بغير هالمطرح قريبا الله راد بدون ما اتخيل تصور حالك بقصر كبير كم متر تقريبا ما حبيبتك اللي بتحبها كثير كم متر تقريبا بيانو هوني ايه؟ وبيانو قبيله ايه؟ عم بيغزوا بعضهم اهلهم عارفين الشجر حملها القصر حفيف فراع عم يعمل اغاني الشتي نازل على الشباك على الريتم والنار بالشبينه عم ترقص معنا لحظه تحط الله حطبي رح تطفي لان انت وانا ما حدا غيرنا في الكاميرات هون مقطوع الكهرباء بركيش تفجأة يلا ايه 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 ما بدعيك بس ما فيش طول كتير بخفض بتسيم نعم بتسيم ببتسم مش لقديه وحده لورا اثنين لقديه ثلاثه لورا ايه قديه هاي نقوله نحن صرنا معودين كل فشخه لقديه عشره لورا تياب التمانيك كيف بعمل بس تيابي عم يعقروني شوي شلح نعم حرر من كل شيء كون حر يا ريت شفت ما احليت حلو الرقص هيك بينعشك ما بينبقى لك تعصيب يلا ليش جوزت انا عارف عندك وليد ثلاثة خليني بيكي
بلا هرقه منيح اذا ثلاثه هلا كيف لو كانوا اكثر شو كنت عملتي؟ شو اسميهم؟ الكبير اسمه فسق عم بمزح، الكبير اسمه طارق، الثاني يوسف وصغير يويو، هيدا صغير عكروش كبير. قلت للمعلمه شوف طابو بضل نايم بالصف اوعى واحد برفقته. حلوين كثير يا سيميون، قديش بتحبهم؟ سلم لي عليهم كثير وبوس لي اياهم بس توصل على البيت. يوسف شو في؟ يوسف بك شيء؟ يوسف شو في؟ انا ما كان بدي بس قولك اللي عم بعمله غلط. شو هو؟ بس لا بيستاهل وما بحبه شعب مرت. مين هن؟ نيرونيين. لا ليه عم تحكي هيك يوسف؟ فيك تقول ما بحب النظام النيروني بس شو ذنب الشعب؟ في ناس منيحة، أصلا ثلاث أرباع شعبهم ضد نظامهم. كانوا مثل بعض الفصيلة، لكن عم يبهدلوا فينا، ما بكفينا هالذل هون. هيدا نظامهم، هن ماشيين على النظام، الموظفين ما ذنبهم. نحن حق علينا، لك شو عم يعملوا بشعوبنا واقفين بالصف تناخذ فيزتهم؟ لأنهم بحبوا وطنهم وعاملين له قيمة، مش مثلها كرمالنا لورا. كرمالنا لورا من وراهم. هن ما بدهم ايانا نتقدم شريرين. نحن اللي ما بدنا نتقدم، نحن انانيين فردويين منكنس ومنمسح بيتنا ثلاث اربع مرات بالنهار ومنكب الورقه بالشارع، كل واحد بيته ببيته صغير بس بيته الكبير وطنه عمره ما يرجع. كل واحد بده يرجع يسكن مصاصه ويعطي. بعدين ما في خير ضل ابسولي ولا شر ضل ابسولي، كل انسان فيه اثنين، التناقض موجود فينا من اول ما نخلق. فكرك ليه سموه انسان؟ لانه انس بس انسي قال انسي. دموزيل اخر شابتر ما فهمته، بتعيدي اعملي معروف. نحن نايضين من كل شيء، خير وشر، حقد وتسامح، حب وكره. نحن بنما انس الخير وظروف بتنمي لانس الشر. وانت جيتوا عظيني عبر الصبح؟ كل الناس منيحه اذا بدها. واذا ما بدها؟ تصطفي الشر بيقلب عليا. هيدا اللي عم نعمله، عم نقلب شر عليا. لك انت شو قصتك فيهم؟ ما بحبهم ما بطيقهم. بتعرفي؟ اوقات بقول يا ريت في فجر حالي فيهم قد ما بكرههم. ما تغلط، شو بيتغير اذا عملت هيك؟ فرضنا اليوم مثلا فجرت حالك، شو كان صار؟ بدي اسالك، فرض اليوم مثلا بدي فجر حالي، شو كان صار؟ كنت رحت انا هيك بسيطة. ولو كان خسر الوطن حامد مستهل بدراسة طوبغين وجسر سقفي بين الشعوب. مثلك مثل كل هالصورة، شو انت احسن من المدايرين؟ كنت رحت الحجة اللي ناطرتها بنتها برا، كنت رح مرهج وترك ولاده يتيمة وراه، شو ذنب طفلة لفتوى بعد ما خلق؟ شو ذنب كل هالموجودين وكلهم عندهم اهل يبكوا عليهم ولاد يتيمة من بعدهم؟ كنت رحت انت وسموك الارهابي، ولادك استحوا في كل عمرك، شو بتكون ربحت؟ مصريات. كيف؟ بالعكس مش مزبوط، كنت صرت البطل، ولادي كانوا صاروا ولاد البطل. ما حدا بيروح ابريا بكون بطل، البطل بيحارب على الجبهه مع العدو راس براس، مش بيروح صالح بعد الطالح. قولك هاد؟ كل اللي فجروا حال ولادهم تعتروا من بعدهم، خلصوا المصريات القبضون ما بقالوا انغرس بالمجتمع، صاروا من بوزين لانه بين اسمه ارهابي. بس انا مش هاد. بعرف انت مش هيك عم نفترض، انت ارهابي، ما انت بتخاف من خيالك. احترمي حالك. ولا ممكن اتخيل انسان حساس مثلك يفجر حاله. ليش فيك تحمل امبلين؟ ايه بتشرطي فيي احمل امبلين؟ بتطلع عندك؟ لا اصغر شوي. انت النووي تعملها. شو اللي مخليكي معكبي هالقد؟ ولو المكتوب بينرى من عنوانه. وانا شو عنواني؟ الطيب، الاخلاق، الصدق. انت حساس والحساس ما بيأذي نمله ولو بيرق بدقيقه. انت بتقالي بتعرف انه الله رح يبعث لك حسب نيتك، وانا اكيد انه نيتك صافي. طيب قولي له يبعث لي خمس خلفات. صراحه انا خيفان من هيدا الضوء. ما تخاف، فكرك هني ما بيعرفوا كل شيء عنك، ما بيعرفوا شو ميولك السياسيه، اذا بتحبهم او لا، اذا معهم او ضدهم، بس هيدا وجبه لوجيستيك، بتكون مخابراتهم فليتك تفليها قبل ما تجي لهون. على كل الاحوال روحي فلي هلا. ليه؟ بدون ليش؟ لا بدي اعرف. لانه بعد شوي رح تنخطي في السفاره، منيح؟ هيك بديت. لك شو بك عم تعمل هول البصريين بيطلعوا على التلفزيون؟ صدقيني بيعطيني واحد يخطف السفاره يقول مطالب ويرجع فجر حاله. لا وخيلك مسح كثير كمان، خرجك تحكم بافلام اكشن. مش عم بمزح. وبتمثل حلو كمان، بتقبل فيه الممثل فيه يقول انت البطل. هيك قالوا لي انت البطل. يوسف انا عم لك ما رح تشي. انا عم لك مبلغ. لك مين بتشعر كل هيدول؟ انا. انت؟ وطي صوتك. شو وقفت تمرين انت مبين؟ عم تسمع علينا كيف تمرين تشوف؟ بخلص خلصت. هلا خلصت، على دورنا عيدون. عدتهم كثير. عيدون بعد بدي اسمع لك، يلا يا شاطر يلا. يوسف عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ شو بدك اياني اعمل يعني؟ طيب ليه؟ انا ما كان بدي. فت لعندهم بالغلط. ما خليت شيء ما عملته قبله، ما توفقت، مع انه نيتي صافي مثل ما سبق وذكرت حضرتك. ابن عمي دلني على هول عيلم، عيلم بغير عيلم، هني مئتين عين تمام، بس انا ما بعرف اقتنع اصلا. اشتغلت عندهم بالمطبخ، طلعت مصاري، قالوا لي يوم ما راح يجي دورك، انا قلت بعالي ولا ممكن. طيب طلع اسمي محطوط بالقرعه، شو بدي كان اعمل يعني؟ انا تعبان. صار لي شهرين عايش على حبوب، شهرين ما انا نوم، شهرين عم بتدرب. انه تعيش ولادي بنت ولاد غيري يعني؟ بهودي ناس مثلي عندهم اهل ناطرين وبحبوه. شو بدي كان اعمل هلا بسفاره مقطوعه فيها الكهرباء تحت كاميرا معطله بزنار؟ ليش وقفتوا ليه؟ ما خلصوا. عيدون. حشري عيدوا مرتين فرد مرة. مرتين فرد مرة. مرتين فرد مرة. يعني فرد مرة. عيدوا. يوسف عم تحكي جد؟ لشو تحركشتي فيه؟ لشو رديتيني على الرقص وعلى الغنى وعلى الحياة؟ ضروري تجيبي سيرة ولادي بهاللحظة. وقف على السوس ونقطة، جيتي مثل السوسة حطيتي لي نقطة، طلع من راسي.
اصلا ما في مكفي انا معير، بتعرف يعني معير؟ يعني اول اخر راح بيجي. بريك ضلك بتتشرف، اهلا وسهلا بك تفلي الله معك، بس يا ويلك اذا بسمع صوتك. لسانك ما بتصلك يا سامع، شو عم اقول لك؟ قصة الكهرباء. جلسة خليكي طبيعية، ما كان صار شيء، ما كان صار شيء، ساعات وصول، خلي لي هالمنش الحلو. واحد واحد يا تتر، عدل لكم قديش الاسم الأول بنرجع بنكفي موهبلات الاسم الثاني. حاسس حالي بالمدرسة وعم بيوصلوا لنا العلامات. أنا درست منيح بس ما حدا بيعرف. يلي بيطلع اسمه بقول بريزون بقرب لهان. فوز التك غني عن التعريف، فيزا عاصمة، هيدا بلد بيحترم حاله، بيحترم الثقافة. الله خليك. بس أنا مش راضي. ليه بقى؟ أنا فوز التك أخذ فيزا عاصمة بس. اسكت أحسن من أشتك يا ومضطر باسبورك هونيك. منهش منهش يا رب. مرفوضة الفيزا. أما ليه؟ صوت والله حرام، هيدي كانت مرة يا بشر، بحياة الحلال كنت عندها ظلم، والله ظلم. اقعد اضطر باسبورك على السكت بلا رد فعل نكلفة. فدوى الفاضي يا مامي، فيزا على 6 شهور. مبروك حياتي، صرت مثل اختك نيرونيه، رح صير ام لنيرونتين. وانا ما تزعل، قدم دوره ثانيه رابعه. ليا السرموني مرفوضه الفيزا. ولك شفته ما احلاها بلد علي. مجيد عبد الله خير ان شاء الله، فيزا على 2 الحمد لله. القسم الثاني حتروحيكم للمويبلات. روحي فلي على السريع ببلش بالعمليه. والله هذا كفر، لا في روح ولا في ارجع، لوين بدي ارجع؟ هيدي كانت اخر خرطوشي والله. يوسف متاكد؟ رحت للعشره بكون صرت برا. والباسبور تعملي غيره يا زكيه، مش احسن مش هيك وفهت؟ فلي على السريع يوسف بليز، غير رايك. ما بقدر احد واحد. يوسف بليز لا. 2 3 يوسف لا. كلكم بالارض. عالسريع عمهلك، عمهلك وعالسريع، عالسريع عمهلك. اسمعوني منيح، اللي بحاول يعمل شيء وبيعرب علي يعتبره رح اعوض. اعطوني الفيزا يا عزام، ارضينا بالهم والهم مرضي فينا، ادفعوا حقها يا ابويا بلاد بالارض بالارض. وليه صرنا سنين تحت رحمتكم، هلا كلكم تحت رحمتكم. يا ابويا يا سعاد الانصوص، هلا طب وطول بدك اياه حبيبي، بدك اياه انت بس بلا سلاح. ليه انت اسكت؟ انت تحديدا اسكت بركير. اذا بترين ما انا ليكي اسكت، اذا بترين. وانت وقفتي درس هلا، شوف معه يلا شوف. بعد عندي سطرين. ايه كفيون على السكت. دخيلك دخيلك، انا حامل. وانا حامل، صار لي سنين حامل همه وزله فور. انت على القليله بعد كم شهر بتخلفي، انا ما عم بعرف. ولك حمل دوين. خلص طفي حلقين على الاخر. استاذ بعد اذنك، صار في سوء تفاهم صغير حبيبي. ارفعي ايدك. لحظة خليني فهمك، انا مفروض تكون محلك هلا صبرني. ارجع. انا مفروض تكون هونيك وانت مفروض تكون هونيك. ما بفهم، اسكت احسن، افضي على مشط راسك. ها كون ممنونك. كمان عم تتاكد؟ حياتك لا، انا من يمك بس حضرتك غيرت الحبكه، عم تقلي دوري، هذا دوري يا خيي. صفحة شرف سعاد الانصور. سعاد الانصور. انا مرهج مرهج. انا يوسف يوسف. نشر بطون من ظهر البطن، بعلم من هاللحظة مسؤوليتي عن خط سفارة نيرون الغصبة. مطالبة كثير مشهورين تبون لي اياها باسرع وقت، وانا صف فيهم واحد واحد. حقيقة. هايدي هي حقيقة حقيقة، فهمت؟ استاذ وينك؟ سمعني هالصوت الحلو استاذ، بعد ما خلص هالبريك وين اختفيت يا سيدنا استاذ؟ ليه ما بعطلة استاذ؟ هيدي الكاميرا معطلة، توزع لهيديك. اوكي، انا مرهج مرهج. ايوه نشار بطون من ظهر البطن، بعلم من هاللحظة مسؤوليتي عن خط صفارة نيرون العصبة. و شو؟ طالب كثير ضرورة حيقولوا يا حبيبي. مضبوط ممنونك، بأسرع وقت والله صار فيهم واحد واحد. طبعا ما في لزوم لضم الحقيقة، لأن استاذ ولا ممكن يكفوا. مين كسكوت وركيفة؟ أنا ليك يا أنا أستاذ؟ بدي أروح على الحمام؟ بدي لبني داء الطبيعة؟ كمان هيدي بدك تفلسفة؟ أرجوك ضروري. إيه وإلا ما بتكون فنان. استاذ انا بدي لبي مثل نفس النداء اذا بتريح. ارجع بس ما بقى فيكي رح بس. انت كمان احنا بالزميل. بروح على الراكع بس خليني روح. انه فكرك تهرب ايه؟ تعمل علي مسرحيه دلدونا نزمونا خلص يا اخي. لا ولو ما بقى في احترام للفن. ما اصلا انت فنك مثل فنك. ارجع يا مع باقي لركعت بس رجعت قامت. اذا بعد بتفتح تمك ما بتعود تقوم. ها حبيبي انت عيوني اسمعني، أنا بلاقي لك الحل إن شاء الله. اركع. أنا ما بركع إلا لربي ولاقي لك. معلمني أنا مواطن حر،
جاي وبكل فخر لكم انه ظلمكم ما رح يسكت الناس العبيه. يا استاذ عم تقلي جملي حولي جملي يا حبيبي. بدكم يا حسيني ما رح يدان من كرامه الابطال. خي ما بيصير في حقوق. ما هذا دوري طيب. مش كل الناس بتنشر وبتبيع عيني. لا في ناس بعدها صامده بوش الظلم وكرامتها فوق كل اعتبار. صدقت قلت لك انا دوري صدقت. وعرفك بقول هيك. انت شو عرفك بدي اقول هيك؟ عم تتمسخرني. ما خلي البدو يتمسخرك. بلغوا حكامكم. بلغوا نظامكم. بلغوا ادارتكم. نحن وجه العداله المضيء في ظلم الظلام الظالم. بعد في ناس شبعانه من حليب اما يا عيني. لا انا هيدي ما عنديش اياها بنص. اذا بتريد ما تغير بالنص. وليش تقطب ولا مسيداتها؟ مع حسين انت رح تعمل كل هدول. شو عم بيصير؟ شو بعرفني شو عم بيصير؟ انا كنت الخاطف صرت المخطوف. كس باس. شو بعرفني كس باس؟ انا ضروري امشي. ما انا قصيت ما فيش ولا البيبي. عادي عم عادي. حجم رب حد النشميلي اني الحبلة كانه ما حدا غيره رح يخلف سكتبا. بس يا ما تعلي صوتك كثير كرمال البنوت بأثر على نفسيتها وبتطلع معقدة. هيدا اذا ما صار عندك خلل بالسمع. هيك بيقول دكتور مجدي ببرنامج سيتك نفسيتك على الارتفاق. اسأل ميلي على الدكتور مجدي وقولي له لما نبقى نأمن اكل لاولادنا نبقى نحكي عن سيتو نفسيتو على الارتفاق. ما بعد سمعيني صوتك. ها نفسي صفرين فيكي صفرنات المدام صفرنات. يا زلمة يا زلمة بقاش في واحد يخطف مرة بهالايام دغري بيصفر له. يا زلمة يا زلمة ليه ما بتعملي مثل صوب هالمال؟ جربي تشوفي. يلا مريش مين حكي وليه؟ هذا القنصل عم يحكيك. مريش يا هلا يا هلا بسعادته. وعشت نسمع هالصوت الحلو. وين اختفيت؟ في حديث بدنا نكفيه. مريش بعرف انك متضايق كثير لانه ما اعطيناك الفيزا وهيدي ردة فعل طبيعية. بس انا جاي لا بس ولا مين يحزنون. اسمعني انت اسمعني ماني فايل من هون قبل ما احقق كل مطالبي. رجع لورا ما بقى فيه. هيك رجع على الموت. خليني موت هون عشرات لي. رح نعطيك الفيزا. لا 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 فيزا ما بقى بدي. ما تكون مفتكرها صدر بقى. لا ولا هالفيزا. ما انا رايح اسعى واتعب عندكم. شو رايح كزير؟ رايح اقعد بوضه مترين بتر اكل سردين وطون توفر مصريات وابعتهم لاولادي. لا حبيبي فيزا ما بقى تعبي لي عيني. بدي شيء اكبر بكثير. مثل شو؟ بدي فديه مصاري بدل ارواح موظفينك وزبوناتك وضمانات بظهرهم. يا رب مسعد صفرنتي. ما رح تكون الا مبسوط. بس اتركي الجماعه يفلوا. حررون. شو ذنبهم هن اذا مشكلتك معنا؟ هودي ناس عندهم عيال ناطرينهم. يا روحي عايشك حنون. وش عتلي قلبي وعيالي انا شو ينطروا ولا هم محسوبين عيال اصلا؟ العمى كيف تحولت فجاه لنجم دراما؟ بعد ناصك الاخ هون يرافقك على تشلو. وليه ما بتحمل كلمه؟ ما هو قله تشلو. بس هيك بتصير مطلوب من العداله يا مرهيش. بعرف مطلوب بس مطلوب منكم اشياء كثيره كمان. شو مطالبه؟ ان شاء الله تقدروا عليا. طالبه عدلوا مساواه بين البشر ونخفف دوس الظلم شوي. صعبة ايه؟ انه عادل انا اللي عايز بيزا طعم ولادي بتعطوني اياها وتعطوها على سنتين لهالقش بيع الحكي ابو سيد طويل يطول عمرك. ليه؟ لانه بحبكم راح يشتري من عندكم. عادل ما تعطوها لهالفنان الصادق الوحيد بيناتنا مع انه غنيت ورقصت واطربتك تسلمني. ليش؟ لانه رايح تبادل السقافه. بس بتبادلوا سيارات سقافه ما بتبادلوا؟ مين بادل كل شيء؟ ايه بادلوا الفتيه لكانيا جراندايزر. ميرسي سي شونتي دي فوتر باس. اما حضرتك مدعي الفن والعبقريه لشو عطيتوا اياها؟ ما ناقصكم اهفوني يا خيي. شبا شونتي دي فوتر باس الفنان. وحضرتك جوزها باي حسب مناصر لحضرتكم اللي اعطيتوها اياها بهالسهوله مع بطنها اللي قدامها. اسم الله. هيدي الي اسم الله. بتعرف لما رفضتوني شو عملتوا فيي؟ كأنك اللقمة من تم ابني عم بتشلو. لما بتحمل كلمة؟ يا خيي هو قال تشلو. يا خيي بالمخ. أنا بدي أشتغل وعيش بكرامتي مع شغل محترم بدون ما خاف لا من قصة مدرسة ولا من قرض جامعة. وبس ما بدي أكثر من هيك. شو؟ كتير علي؟ لا لا. كبير علي؟ لا لا. طويلة عرابتي؟ لا لا. حبيبي إذا طويلة عرابتك البطاقة شيلة. مرهيش اللي قلته مؤثر بس أنا مش مخول آخذ القرار. ما وقعني فوضك وبس. رح احكي لسعادة السفير وبرجع بعطيك النتيجة وان شاء الله خير. ان شاء الله. انا ناطرك ما تطول لانه بتعرف شو بصير. صدقني بلحظة اخوات ممكن اغلط. ها ولا قال لك كل 10 دقايق رح صفي واحد لبالاخر صفي واحدة. انت تتأخر ورح تخسر عنصر ورح تبلش منا مرود النهار. انا مش نمرود. انا ما بدي الفيزا تقبرني. مش عايزة خدها او خمس سنين كمان. يا دايما اخدتها. بعدك عم تحكي بالعدل. ايه هيدا مش عدل. انا حر تبلش مطرح ما بدي. ميرسي سي شانتيدو فاتخبار. لا سبا شانتيدو سبار. الله خليك ارحمني. انا خاطب وبدي اتجوز بالصيفية بالمونتينيدو بالاس. والله ايه حجزنا عبر نار. انا تحت الهام رح خليك خاطي. خلي نخلك خلي الحجز بالمونتينيدو بالاس. ما بديش كمشي دفن هناك. بليز عبر نار.
مين معه سيجارة؟ أنا! لا أنا! بستعفوا ليه؟ إذا متريدوا حبيبي العلم كله لك، بس خليني أتجوز وحضرتك من أول المعزيم على العرس وشيل لك طاولة دغري على البيس ست والعائلة وخلص بلا ليست مرياج رح أشتب لك إياه على الكات. روح أبو نيجرو! إيه بس بك دخل اسمه جنيريا بالكوفي الداري. ما بدي أسمع ولا صوت لك يا رجل حضرته، اللي بيحاول يعمل شيء اعتبره ورح طخه. استاذ تعرف انه حضرتك وفرت علي كثير هلا من غير شر؟ كيف؟ لانه الكلام اللي عم تقوله حضرتك انا مفروض اقوله، صار لي فتره عم بتدرب عليه وانت اجي قولون هون. والله انت قلتن حضرتك حرفيا، مش مشكله مش قاصدين انا وياك، بس والله عليك قلتن صح. اداء حلو، مخارج حروف ممتازه، تنويع بالجمل، بهنيك سيدي. خلي لي اياك، تعال قرب انت عشان كثير من المقابله بيان جريء وما بطيق وما فيه. انت لو بتعرف شو جاي اعمل بتنبسط مني دوبل. شو جاي تعمل؟ سيدنا انا تابع العناصر الاساس، عرفتون؟ انت منو؟ شو جاي تعمل هون؟ انتوا اعداء للعظم مع دوله نيرونيا. انا جاي اقوم بالمهمه اللي عم تنفذها حضرتك هلا. انت زميل يعني؟ حضرتك لأي منظمة تابع من غير شر؟ أنا فريلانس. كيف؟ تعاقد حر مش تابع لحدا. أحسن لخي أحسن بلا الوظيفة وقرفة حرصك مفاية معك ماشي الحال من غير شر. والله مثل ما أنك جاي. بس برافو عليك، بدون إياها. لك بتهروك من تيابك يا أخي. معلوم بتهروك من تيابك. أقرب خليك حد ارتحت لك كثير أنت. أنا خرطوش فردك، أنا إيدك اليمين وشمال إذا في شلاوي، بحيث وضعي مثل وضعك حأضرب كمان. بقى شو بتعوز؟ مساعد معاون ملقن نصوص أنا حافظهم كلهم. مبين عليك درويش. أكثر ما بتتصور سيدنا، بس اسمع مني خذ طليبك وفل على السريع. ليه بقى؟ سيدنا أنا مزنر بقم اللي وزنه 4 كيلو، رح تفقع بعد حوالي نص ساعة. بين عليك قوي كتير. أي قوي يا بلوط ميت رعبي، ما شو بدنا نعمل؟ تعيرنا شغلي وعلينا. مهضوم مهضوم. مش عم بمزح سيدنا. بعرف أنت انتحاري كبير. مش كبير بس انتحاري، انتحاري شيء. قلت لي 4 كيلو. عزم مثل الميزان. وبعد نص ساعة. ماكسيموم بتحب تشوفها سيدنا؟ ما تكشف تاخذ برد هلا يقوي. يحفظك. يا أخوان. يا أخوان. يا أخوان. يا أخوان. صار في عنا تعيينات جديدة. من هيدي اللحظة الأخ يوسف هون صار معامل الخاص. إذا حدا بده يحكي معي بيتوجه مباشرة للأخ يوسف. أخ يوسف. سلم العتاب. الزعبي ولا. شكراً عقبال العايزين يا رب، شكراً. مبروك البوست يوسف. شو قلتي؟ مبروك البوست يوسف. مسيه يوسف. مسيه يوسف. في بوست فنحترمه. في بوست فنحترمه. بلاها الخشبشيات. مسيه يوسف. في بوست فنحترمه. بلاها هالخشبشيات. بعد ناس تكرام بانا ما بيكفينا السرش الشاي. اسمعوني منيح واتزنوا. اسمعوني منيح واتزنوا وانكلودد يو. لي بده شيء معاوي الشيء بدي اقول شيء بيرفع اصبعه، نحن بنخليه يحكي او لا او لا. طبعا يخدوا اجد مخطوفين انتو. في 4 كيلو بدهم يفجروا بعد شوي وبعدكم عم تتهبلنوا. راضي علي معلمي؟ ايه 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 معلمي انت هون بعد اذنك، في كلمتين عبالي تقولوا للقنصل بالشوط التاني. خير قلو مش رح ننسى شو عملتوا بشحوبنا من المجازر بعدها مطبوعه لهلا بعيون اطفال. فكرك رح تاثر فيهم؟ ولك ما دق الماي ماي. وقلن اذا رح يضلوا يعملونا هيك هيك رح نعملهم، بس تنوصل الامانه ونقول اللي علينا. وقلن مش نحن مش طالع من امرنا شيء،
انتوا قصد الحركه عم بتشلوا. ليه ما بتحمل كلمه؟ يا خي هو قال لك شلوا. اذا حدا بيحب يامن حياته يلاقي حاله قبل فوات الاوان. ليه انت ارتعبه؟ ما بقدر والله. شو عم بتجاوب المعلم وليه؟ عم بتجاوب معلومه وليه؟ عم تجاوب مرهوشة وليه؟ وليه ركاع وليه؟ بعديسك والله. وليه ما بتأمن عليه؟ بركي قطش. عم تستبخوا المعلم ولا معلم هيك بفهموها فسروا لي اياها. لا لا ما فهمناها. كثير مهضومه. صدموك معلمي. اسمعي المره محشيات ضربته سياره طلعت روحه ضربت الطياره. شو فتح لك برنامج نكت سخيف يا نهار؟ عم بتتكك بعد المعلم ولا؟ قول اكسوز مي. قول اكسوز مي. اكسوز مي يوسف. مسيو يوسف. في بوس ما نحترمه. بلاها هالفشبشيات. ما حدا بينكت غير المعلم، تنكت حصري بالمعلم وبس. بعدين انت يا ريس صلي، لأن ما بتعرف شو نتيجة رياسك. عنك معلمي، بعدين انت يا ريس صلي، لأن ما بتعرف شو نتيجة رياسك، وانت راح تكرم وانت دروس بدي اسمع لك. ليز قل له للمعلم انه بعمل له خصم 10 دولار بالساعة بس خليني فل. اللي بيعمل لك خصم بس خليه فل. ما في فل قبل ما يخلص درسه. طب ما خلص خلصته. عيدن حبيبي عيدن. عيدن حبيبي عيدن، بندرس أو بنطق حنك. عندنا فحص بكرة. دمائنا اكزامان. نخلة إذا بدك تقلها لسعاد تلغي الحجز بالمونتينيدو فالاس وترد الرعبون وتعطيله لعبنة ولا أن ترك لحديد فلطان جاي بقوط النوم بالكومدينة مخبية تحت الكلسات بارفان كبلادة لاكاشات أخت الأصلية إلا كلمة شمنا حتى تتذكرني وإذا بدك تجوز حدا من بعدي تاخد واحد يكون معنا من سياستنا وإلا بزعل منها. مين سعاد؟ مين سعاد؟ خطيبتي مين سعاد؟ بعدين كنت خليه يخد فات منك وراح غطت عيني امبارح كنا سهرانين بالزنزروبة نايت سهرة اخوات للصبح. وشو رايك بالسهرة مش اخوات؟ وراح نضل هيك للصبح، هيدا لسا طلع لنا الصبح. عم تقول ايه؟ عم صلي سيدي عم صلي وعم بسكرك بصلاتي. راح الكرم؟ لا خليه انا بدي اشرب مي ما بقى فيي. تفضلي اشربي مش كرمالي كرمال البنون. بتقول لك ميرسي كثير. قولي لها اهلا. بتقول لك اهلا مامي. بتقول لك كثير حلو الجسم. ولك اشرب وخلصينا بقى. دخلك راح الكرم؟ ايه؟ ردي حبيبي عيوني اذا ما لبوا لك طلباتك انا بحكي الزعيم تبعنا يحل لك امورك. شو بدك فيي؟ انا بحكي لك الزعيم تبعنا. زعيمكم مش طالع منه شيء. زعيمنا اقوى ما شاء الله. نعم عيني زعيمكم مش اقوى ما انه حرام انه هب الاخضر واليابس. تربي حالك لو من زعيمنا وين كنا صرنا. ما هو سبب خرابنا زعيمنا اللي موقفنا على اجرينا. هيا موقفكم بطحكم البطح. احترم حالك. انت احترمي حالك يا خيني مثل معلمك. انت ومعلمك الخينين يا عديم الوطنية. ما حدا يزيد على وطنية. ايه لا زعيمك ولا زعيمه. معك حق سيدنا زعيمي وبس. سكتوا. راح حتى الموت وعم تتقاتل على زعيمك وعلى زعيمه. سكتوا. راح حتى الموت وعم يروح علي وعلى زعيمه. اصطباب اصطباب استهوا عدمكم. استهوا عدمكم. وانت استحي على شهادتك. وانت استحي على بطنك. وحدة حبلة. أوسات بالإنجليزي يعني براجمنت. يلا شوف يلا شوف. أنا بدي أسمع ولا صوت هون بأخص ولا صوت هون خلص بدي أسمع بعد. شكلت شوي مش سيدنا مشان تنويع منيحة سيدنا. طبعا بتحب ترتاح سيدنا. طبعا بتحب تريحوا سيدنا. طبعا وطو إليكن عنو إجرايكن ريحوا سيدنا ببين معك وببين معك أبو تروس ريحك سيدنا ببين معك. انت راح لكرام تعي قادي هون انت وكرام بيقلا تشوف. سيدنا جعت شي بتحب نطلب دليفري صلاة كرام ما صلاة كرام. سدت نفسي. سلامت نفسك سيدنا أنا حبيتك ما بعرف هيك حسيتك إنسان خصوصي هلا بس ريحت وطلعت منيحة منك. لك إيش ذنبهم؟ هودي الناس مثلنا الله يسعدهم. الواحد مشكلته على قده. لأن إحنا شو جايين نقاتل نطول؟ بدنا ناكل عنب. بس يبدو العنب عالي وبدك تطاول ولا بطاول. يا ويلك إذا وقعت. ندمان شيء معلمي؟ ندمان شوي وتعبان، تعبان كثير. بدي أرجع على البيت بس ما بدي أرجع إيدي فاضية مثل كل مرة. يوسف أنا مني مجري، بس الفقر سفاه. أنا مثلك ندمان.
شو بدنا نعمل؟ شغلي ولا بصرفي؟ بدنا نكفيها للآخر. ايوه بدنا نكفيها للآخر. شفت لو ماني معير بكود سريك انت لغيت العملية من زمان. كمان معير بكود؟ ولك قلت لك انت عاوي كتير. انا ما بقى فيي، الطبيعة بتصر علي وصلوا لدني. انا برأيي هيدا قبل ما يغرق خلينا نسيسره حرام، لانه اذا غدرته الطبيعة نحن بنكل، عرفت كيف؟ صيدوا بس رقبه مظبوط. لا تفضل بلا هالشوفي، هو بحمامه وانا بحمامي، لان انا كمان بدي لبي نفس النداء، صار لفترة عم تندهلي بس عيب الحيلة مش سامعها. لك يلا شو ناطر؟ صوت هيدا معلمي بدي استعمل الايتان جوا لان يلا حبيبي يلا. اخ الفنان يلا قبل ما تصدمونا تاخذ راحتها بغيابك. ايه يا انتيغونو، لماذا فعلت هذا؟ وماذا فعلت انتيغونو بهالحشرة؟ وماذا هو هذا؟ خنتني. خنتك؟ ما تصدمونا. وسخت يا شباب وسخت. ايوه سيدي انا هون طمني. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. ما في داعي للعنف يا مرهيج، دع نحقق لك مطالبة. كيف؟ سعادة السفير اتصل بإدارتنا وبلغوا مشكلتك، تعاطفوا معك كثير ورح يأمنوا لك وظيفة محترمة بشركة بنا، يلي بدورة رح تأمن لك قسط ولادك مدرسة وجامعة، مع تعويض مهني استقبضه بسن التقاعد. برافو! شو هالحكي هيك بسهولة؟ كله سهل بالنسبة لنا. طب وليه ما حليتوه من الأول إذا هيك أنت أكيد؟ ولو يا مرهيج شو عم نلعب؟ بأكيد بصحة كلامك سيدنا. سعادة السفير نازل من مكتبه شخصياً يسلمك الأمانة، بطاقة الوظيفة، الاستشفاء والمدرسة. لا! أنت إنسان كويس يا مرهيج ونحن بنحب الكويسين وبنساعدهم، هيدا نهجنا اللي بنفتخر فيه. كتر خيركم! كتر خيركم! كتر خيركم! أنا أصلاً بموت فيكم! يعيش فيروز العظمى يا! يا! سيدنا عن شطة والطوبة بدي عدك نفس الحكي، ليش نحن أصلاً شو نسوا من دونكم؟ أنتم الحاميننا، أنتم الرافعيننا راسنا، أنتم سبب تقدمنا، لطمعين كنا وبيسرنا بفضلكم، ليه؟ بالروح! بالدم! نفديك يا! شو اسم السفير وليه؟ شو بعرفني؟ كل يوم بغيروا واحد! سعادة السفير! سعادة السفير! مين مرج؟ أنا سيدنا. صور مبروك مرج. سفارة النيلونية بتقدم لك منح مدرسية وجامعية لأولادك مع وظيفة بتليب ماما. هيدا دليل آخر على عظمة النيلونية العظمى وعلى تعزيز الكفوة الرقية مع الحلفاء والأعداء في عام. هنا النيلونية على مسافة واحدة من كل الأطراف تدعم المساواة المترصدة للظلم بشتى أنواعه. عشتم وعاشة النيلونية العظمى. على السلامة يا شباب. الله يسلمك. ودوا لي اللي صورتهم على كل وسائل الاعلام. الله معك يا مرج، عليك الامان. شكرا سيدنا، شكرا سعاده القنصل، ما تبخزني وسلم لي على العائله، بعد صوره الله يخليك. يا جماعه ما تبخزونا، ارعبناكم بس الحمد لله تعبنا ولقينا عقبالكم يا رب. اتفضل ها استلم الامانه. ميرسي كثير ونطرك بالعرس ها وطولتك على البيس. الله معك يا مرج. خبركم خبركم اقطعوا مره. سيدنا بعد امرك في مجلس مرقود الفيزا، بركي عزناها كزدوره. تكرم حطوا له فيزا 10 سنين نحن بنوصل لك باسبور على البيت. ممنون عينك. بخبركم ايه بخبركم. سيدنا بعد عمرك بس كيف خليته يروح هيك؟ وين بده يروح؟ اتركه سيدنا في غاضب السفارة. درس الديمقراطية اهم من قصاصه لحين نقاصصه. وين بده يزمط؟ كفوا شغلكم. بالصفوا ليه؟ اذا بتريدوا تسكر باليمين اخراج الايد بشمال بضاعة الراب الملفات تحت الباب. الحمد لله على السلامة بدوي. الله يسلمك جرازو. ولك اخ لو عطيوني من ايدي لفرجيكي شو كنت عملت فيه. فركوع مثل انا ما بلا كف معي انا، بس مجبور نفس التعليمات الاكبر مني. هيدي سيئات وظيفه. وحياتك يا جرازو، وحياتك انا ناطر خرطوشي وحده لترجع المعارك وفرجيكي كيف بتكون التربايه. ايه شوارع حالي نسكرها ولي انا بدوي انا. ايه واضح. طيب كيف خلوه يروح هيك؟ شو فكرك رح يتركوه؟ انطر شوية وقت لتموت القصه. ايه بعدين الدبان الازرق ما رح يعرف طريقه. شو منكفي؟ كفي عادي. روح اقعد هنيك تشوف. كل واحد محله تشوف، ما بدي اسمع ولا كلمة تشوف. انت وقف تشوف، انت ركيع تشوف. انا بيدو ركيع ولي ركيعوا ليه؟ عم اقول لك ركيع، عم بيشئمني هلا، عم اقول لك عم اقول معروف ركيع، عايزة بتريد معروف ركيع. مسيو بدوي في بوس بدنا نحترمه، بدنا نخش بوشيات. تعال تشوف انت عدونا والحركات، مين فكر حيلك يا ابني؟ على كل حال انا مش رح انزل لمستويك، رح اترك المعلم يربيك. معلم والله يفرمك فرم المعلم هلا بشوف، معلم والله يهريك هاري المعلم هلا بشوف. وينك معلم؟ حبيبي المعلم عبد وفل. كيف فل؟ قبض. هيك يعني؟ ايه شو فكرك يعني؟ والقضية؟ أي قضية؟ القضية ما غيرها شايين كرمالها. بيع بالنص والوظيفة، كنت عم تتبرجل علينا بسلاح يا مرت، فرشيني بطولتك هلا، المعلم تركك وحدك تكفيها للقضية. ايه بكفيها، مش كل الناس بتنشرها وبتنبايع عيني. لا، في ناس بعدها صامدة بوش الظلم وكرامتها فوق كل اعتبار. بل هو حكامكم صداد يعني؟ ليه احنا من معلمك ما خفنا؟ بدنا نخاف منك؟ ايه لازم تخافوا مني أكثر منه، لأنه هو عمليته اعتباطية، أنا مدروسة أشهد درس. أنا مزنر بين بلي وزنها 4 كيلو. كل واحد بيحاول لاوس علي او حتى يقرب مني رح فجر حيلي بحيلي وتنزل البناية عروسكم. وتنزل
ربنا يا عروسكم. يا عمي يجب أن تولولنا. ليك قصدنا ليك عيشها الآخر. ولو حبيبي إذا فكرك تقبض وتثبت مثل معلمك طويلة عرابتك صدوى أخونا. يا شماعة أنا مزن 40 بلي وزن 4 كيلو رح تفوق بعد شوية. يا مامي خوفتنا. إيه ليش تخافوا لأني مش عم بمزح. ليك حبيبي مش كل واحد طلع بلي يعمل إرشان يصير بطل كبير يجي يهددنا. عمك برهش كان بروباغندا إعلامية. إيه بس أنت ما بتعرز يصوروك حتى. شعب غبي راقد ورا النسخ. ابتكر يا ابني ابتكر. يا جماعة صدقوني أنا الخاطف الأصلي مرهش كان تايواني. إيه واضح واضح. طيب مسيركم هيك كلكم بالارض اذا بتريدوا. اللي رفعوا ايديكم احترموا الاربع كيلو الحملهم. هات انا ارفع ايدينا حرام احسن من نشرح له شعوره. بتحب تامن على شعورك؟ انتم مش حتسدوا ولا ما تشوفوها يعني؟ لا لا دخيلك بلاش شوفه. يا جماعه انا عنصر من عناصر الاساس. ايه بين عليك بين. جاي وبكل فخر لكم. ايه انه ظلمكم. ايه مش رح يقدر يسكت ناس القبيل. لا بطشكم يا حسيني. ايه مش رح ينال من كرامه الثوار. ليش ما بتحكي يا زلمه؟ نحن وجه العدل المضيء في ظلم الظلام الظالم. شرفنا بدوي البدوي. يا جماعه خدوني شكلي شويه ما بدكم تخافوا طيب؟ خفنا كثير بزياده هلا توعني مرق. بتخاف مامي هيدا دسان زانيمين. ايه دسان زانيمين مثل تيجي يعني. مش حلوان. شو في لها تحكي يا بدوي؟ سيدنا فسخوه للشباب صار مين ما كان مدوخزني بدي يعمل سيل ليقبض ويفل. هلا راعي اللي هون اللي مزنر بيبلي وبده يفشلنا بعد شوي. كيف زبط من بين ايدي مع زناره ما بعرف ويح ما بينعطوا وش سيدنا؟ مهضوم مين هيدا؟ سيدنا انا يوسف عرفتني اللي عملت معي بقبلي بالشوط الاول. اللي انقطعت الكهرباء وشكل حلو. ايوه سيدنا انا مش جيت اعمل فيزا انا جيت اعمل عمليه بس خليني اقول لي علي احسن ما ياذولي ولادي سيدنا. طيب دوله دو الحقائق لشوف ويا الحقائق السابعه باب الدار الحقيقه. على ال بي سي انترناشونال فجاه سكتت كل الاصوات لما ال بي سي اي دراما وسته الى ربع على ال بي سي انترناشونال. شو جاي تعمل يا يوسف؟ انا يوسف يوسف مواطن اقل من عيل. خلقت بالغلط اهلي ما كان بدهم اياه. خلقت بالغلط عشت بالغلط وهي رح اروح بالغلط. ربيت بالحروب والمشاكل والخلافات حتى اهلي كانوا مختلفين. ما حدا حبني سيد. امي وبي ما حبوني. هلا كل واحد لوحده مبلا. امي كانت تحبني كثير وبي كمان بس مع بعضهم لا. اختلفوا انا صرت طابي بيناتهم شوطوا على بعضهم فيه. جمعه عنده جمعه عنده هونيك اشتاق علي وهون اشتاق علي. المحل الوحيد كنت حس فيه بحنان هو عند ست بس راحت راحت طفولتي معه. حتى مرتي انا ما تجوزتها جوزوني اياها تدبير. لما تركت البيت ما عاد عرفت مره. اولادي الوحيدين اللي حبيتهم وحبوني كل ما كبروا كل ما شمتوا فيي كل ما اكتشفوا عجزي وضعف ثقتهم فيي عم تخف والحب يجي من الثقه مش هيك سيدنا؟ انا فت على الاساس على اساس ما في شغل. قلت ولا ممكن يعينوني بهيك مهمه. على طول بفكر الاشياء مش منيحه لو ممكن تصيبنا واذ بنلاقيها قاعده بحضننا يا سيدنا. ما بدي فوت على التاريخ يا جماعة! قالوا لي تفوت على التاريخ من الباب العريض. أنا بدي أعيش حاضر مثل خالق ما بدي حدا يتعلم عضاه. أنا بدي أتعلم بالتاريخ. أنا تعبان تعبان وخيف قالوا تعبان لأني اكتشفت أولي ناس مثلي مثله. ما حدا نقى اسمه ولا دينه ولا لونه ولا طيفته ولا شكله ولا أهله حتى وعشو منضل مختلفين ما بعرف يا سيدي. أنا رايح رايح أجر حالي بشي وين بس اماني برقبتكم ولاد. اذا سالوكم كيف راح بي قولوا لهم بالغلط. بالغلط سيد. شو بتريد نعمل يا يوسف؟ ولا شيء. خاطرك يوسف خاطرك يا حلوه. يوسف بليز ما تفل الا ما نلاقي حل. خايف علي؟ اكثر ما بتتصور. انه ضروري اتعرف عليك باخر ساعه من حياتي انت كمان. يا جماعه شو بكون واقفين هيك؟ سيبوا بلي حدا يعمل شيء. سعاده السفير احترامي سيدنا. مين يوسف؟ هو ولادك صاروا عنا بأمان. عندكم عنده مهم يكونوا بأمان سيدنا. وانت كمان رح تكون بأمان ان شاء الله. ما رح تفجر يا يوسف. بلا سيدنا بعد معي خمس دقايق ما تضيع لي وقتي. خروح فجر حيلي بشي وادي من فك الامله. ما بعرف الكود. انا بعرفه بروم. نعم العمر العمر كيف لو كيف عم يفكوا ساعات طوشة ليك الامان يوسف صور. سيدنا هلا فكت الكود؟ طبعا. يعني مش رح انفجر بقى؟ طبعا. وكيف عرفت الكود سيدنا؟ ما هيدا سلاح نحن بايعينكم يا يوسف. صور خي
يصور. الديمقراطية يعتبر جانا للإنسانية، فكرة من الدولة النيرونية. عشتم معاشة نيرونيا العظمى. يلا روح ما بقى تعيدها، ودوا لي الصور على الصحافة وانتبهوا على يوسف منيح، كفوا شغلكم. العمل كيف زبط مني انت؟ كيف زبط منك؟ هيك 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 شفت؟ Thank you.